صدر صباحكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج هذا الصباح، هذا الفضاء الاخباري الذي يختمكم بفقرات متنوعه ومواضيع ونقاشات تهم الراي العام وتتابعون فيه لنهار اليوم. في ركن الصحة نناقش آخر تطورات الوضعية الوبائية في البلاد والجهود الوطنية الحثيثة من أجل توفير اللقاح، ونعرج على حملة التلقيح في صفوف عمال التربية، كما نتطرق إلى كل ما يتعلق بالمتحور الجديد الذي أضحى يشغل العالم ككل. بلاطو هذا الصباح أيضا يستضيف دكتور وباحث جزائري حقق نجاحات باهرة في مجال الذكاء الاصطناعي في أمريكا، يحوز على العديد من براءات الاختراع والعديد من الجوائز في المجال. سيكون النقاش حول الرؤية الجديدة للدولة بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. نتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي والأدوار التي يلعبها في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات وحتى في مجال البحث العلمي. وكذلك وبدعوة من أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في زيارة دولة إلى جمهورية تونس الشقيقة تدوم يومين ابتداء من اليوم الأربعاء. تندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما. وستكون لنا مشاهدينا الكرام خلال هذا الفضاء المفتوح تغطية لهذه الزيارة وحديث عن جانب العلاقات وخصوصيتها بين الجزائر وتونس في إطارها الاجتماعي التاريخي السياسي وحتى الاقتصادي. مشاهدينا الكرام نبدأ التفصيل في فقراتنا بعد الجيل. أما الآن مشاهدينا الكرام إلى الورقة الجوية وتوقعات أحوال الطقس مع صابرين أبو زيان. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. إذا يبقى المرتفع الجوي يسيطر على الوضعية الجوية، هذا سيسمح لنا بأجواء مشمسة وربيعية على كل المناطق الشمالية وحتى الجنوبية، لكن حذاري ضباب محلي خلال هذه الصبيحة بالمرتفعات الوسطى الغربية وحتى بمنطقة الأوراس، يجب أخذ الحيطة والحذر. جنوبا ستنتشر بعض السحب بدون فعالية على وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. عن الحرارة خلال فجر نهار اليوم كانت باردة بالمناطق الداخلية، سجلنا درجتين تحت الصفر بباتنا والجلفة كذلك بالبيض، 3 درجات بعنابة وتيزي وزو، نفس المقياس سجل بالنسبة لغردايا وبسكرة جنوبا، 8 درجات سجلت بوسط الصحراء و15 بأقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة اليوم الحرارة قصوى تبقى معتدلة تقارب المعادلة الفصلي، مقاييس ما بين 15 إلى 18 درجة بسواحل، باردة بالمناطق الداخلية 12 درجة فقط بباتنا بالجلفة والبيض، جنوبا 14 بغردايا 16 ببشر وبسكرة 22 درجة بإن سلح، وترتفع إلى غاية 31 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر سيبقى هادئ على سواحل الشرقية، رياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات، بعض التموجات بسواحل الوسطى، رياح ضعيفة على العموم تأتينا شرقية تماما، تكون قوية نسبيا نحو سواحل الغربية مع بحر مضطرب، وتأتينا الرياح ضمن تيارات شمالية شرقية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا، أجواء مشمسة على كل العواصم عدا بتونس، غائمة جزئيا مع 17 درجة، نفس الأجواء بطرابلس مع 18 درجة، بينما ترتفع الحرارة إلى 20 درجة بالقاهرة، 24 درجة بالعيون المحتلة، 29 درجة بنواكشوط، وترتفع أكثر بنجامينة بالخرطوم وكذلك بنيامين لتقارب 34 درجة. وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 مساء و33 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم ودمتم في أمان الله.
موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. كان هذا مشاهدينا الكرام عن الوضعية الجوية لنهار اليوم، ونتوقف عند الوضعية الصحية، حيث في تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا سجلت أمس 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 183 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. هذا على الشان الوطني. وفي مستجدات المتحور الجديد أوميكرون، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة في معظم دول العالم حتى وإن لم يتم رصده، وحذر المدير العام للمنظمة من الاكتفاء باللقاحات، داعيا إلى استخدام كل الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد 19. هذا وقد أغلقت هولندا المدارس الابتدائية لمواجهة تفشي الفيروس، فيما صوت البرلمان البريطاني على فرض قيود جديدة بسبب انتشار الفيروس كالاستخدام الإجباري للأقنعة والتصريح الصحي والتطعيم الإجباري للعاملين في قطاع الصحة. وسيكون لنا مشاهدينا الكرام خلال هذه التغطية المباشرة وخلال فقرات هذا الصباح وقفة عند هذا المتحور أوميكرون والتهديدات التي يشكلها وما الذي يجب أن نعرفه من الناحية العلمية بخصوص هذا المتحور الجديد، وهو ما سنناقشه، لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل التحسيسي. بالتلقيح تستمر الحياة. إلى فقرة الصحة مباشرة. إذن في هذا الجزء مشاهدينا الكرام سنناقش آخر تطورات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا هنا في الجزائر. نتحدث عن المتحور الذي يشغل العالم أوميكرون، ما هي خطورته، ما هي نقاط التشابه والاختلاف مع المتحورات السابقة، ما الذي يجب علينا معرفته، وكيف نستعد لأي طارئ. ونتوقف عند برنامج التلقيح والجهود الحثيثة للدولة من أجل توفير مختلف أنواع اللقاحات، وذلك رفقة ضيفي في عبر الهاتف الدكتور محمد كواش. صباح الخير. صباح النور أخي أسامة، تحية لك وتحية لكل السادة المشاهدين، مرحبا. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة دكتور. إذن ربما نبدأ بالأرقام، نبدأ بالوضعية الوبائية. 230 إصابة جديدة سجلت بفيروس كورونا، قراءتك للوضعية في هذه الآونة الأخيرة؟ تجاوزنا في كل مرة ربما هناك تذبذب في الأرقام بين 180 إلى 200 إلى 200 ونيف من الإصابات، تحليلك ربما للوضعية في هذه الفترة؟ جيد، نعم أكيد أننا في ظل هذه الارتفاعات ممكن رغم أنها طفيفة ولكن مقلقة في نفس الوقت. نحن الآن لسنا مرتبطين بالفزع والذعر، ولكن الآن مرتبطين بالاستعداد والحذر، وهذا أمر مهم جدا في ظل هذا التذبذب. وأحذر السادة المشاهدين في ظل انخفاض في درجة الحرارة، ونحن الآن مقبلين على فصل الشتاء المتميز بنزلات البرد الكثيرة وكذلك انتشار البكتيريا التنفسية، أكيد أن إصابتنا بنزلات البرد والالتهابات الرئوية قد تؤدي في الغالب إلى انخفاض مستويات المناعة، بتصبح الرئة فرص أرض خصبة لإصابة بكوفيد 19. إذا أظن بأننا بدأنا نشعر ببداية الخطر من جهة، وكذلك مررنا إلى مرحلة حساسة جدا. نحن الآن ما بداية علامات الخطر تتضح، لأننا نبهنا وقد نبه كثير من الخبراء والمنظمة العالمية للصحة بأن الجائحة أو الموجة الرابعة سوف تنتشر بشكل كبير جدا في موسم البرد.
من خلال هذه المعطيات أيضا لدينا اليوم المعطيات العالمية، لدينا متحور جديد، هذا المتحور ربما أصبح مصدر قلق. نتحدث من الناحية العلمية دكتور، اليوم فيه تضارب المعلومات حول هذا المتحور بين سرعته وبين خطورته، ربما خلينا ندير توصيف دقيق لهذا المتحور، لماذا هو مصدر قلق؟ جيد، بالفعل نعم، المتحور الجديد متحور أوميكرون الذي ظهر في بوتسوانا وجنوب افريقيا وانتشر في اكثر من 57 دوله في العالم، هو ربما في كثير من الشبهات حول هذا المتحور. نحن الان نتابع الوضعيه الوبائيه بدقه، وبالتالي لا ندري ربما ما يخفيه المستقبل حول هذا المتحور. الى غايه اللحظه رغم ان متحور أوميكرون يحمل اكثر من 3000 طفره على مستوى على سطحه، الى انه ليس خطير على الى غايه اللحظه، لان لا يوجد حالات خطيره جدا في المستشفيات، لا توجد وفيات، فقط هناك تسجيل حاله وفاه في بريطانيا اظن البارحه او قبل البارحه لشخص مصاب بمرض خطير، وهذا امر عادي. ولكن هذا المتحور الجديد يتميز بسرعه الانتشار، قلت انه هو يعتبر طفره جديده، ومن خصوصيات الطفرات انها تتميز بسرعه الانتشار وسرعه الاتساع. والشيء اللي خلى او اعطى له هذه القوه وقوه وسرعه الانتشار وهو تلاحمه او تزوجه مع احد فيروسات نزلات البرد، وهذا ما اعطاه هذه القوه. اظن بان هذا التحور قد يكون ايجابي بتحفظ، اقول ايجابي بتحفظ، لماذا؟ لان التساقه او تزوجه مع احد فيروسات نزلات البرد اعطى له فرصه ان الجسم يتعرف عليه، بيتنا يوجد الشخص فوق الارض لم يصاب بنزلات البرد، وبالتالي فهناك مناعه مكتسبه حول الزكام، وهذا ما خلى ربما الاعراض تكون بسيطه جدا. ولكن قلت اننا انه ايجابي، هذا التحور ايجابي بتحفظ، لماذا؟ لا ندري ماذا تخفيه الايام، قد هذا التحور يزداد خطورته في الايام المقبله، كما اظهرت اخر دراسات بانه يحمل جينين، جين خاص بالكورونا الاصلي وجين خاص بنزله البرد، ولا ندري ماذا تخفيه الايام المقبله، لهذا يجب ان نتعامل بحذر. هذا ما يرشح إلى أن تكون خطورته مضاعفة في المستقبل لما يكون يحمل جينين، ربما هذه تفاصيل علمية سيوضحها الاختصاص. لكن دكتور، الكل يتفق على هذه السرعة، السرعة في الانتقال والسرعة في التفشي بين شخص إلى آخر، نفهم فقط الآن دكتور ما هي الإجراءات اليوم؟ هل هذه السرعة يجب اليوم أن نضاعف معها إجراءات الوقاية، إجراءات السلامة؟ منظمة الصحة العالمية قالت ربما لا نكتفي بإجراء أو إجراءين، نتحدث هنا عن أهمية اللقاح وأهمية ربما كل الإجراءات الوقائية الأخرى في المواجهة. جيد، نعم، وما هذا ما لجأت إليه اللجنة العلمية في الجزائر، وحتى وزير الصحة قبل أيام أو قبل يومين أعرض توصيات صارمة لمدراء الصحة الولائيين للاستعداد للموجة الرابعة. الاستعداد يكون بوضع مخطط استباقي مبني على إجراءات استباقية وقائية علاجية. أولا الوقائية، أكيد الوقائية مبنية على تجنب أصلا دخول المتحور إلى الجزائر أو منع انتشاره. نحن رغم أننا سجلنا حالة البارحة التي أعلن عليها معهد باستر، إلى أن الإجراءات المتعلقة بالترقب الوقائي أو الإجراءات الوقائية مبنية على محاصرة الفيروس، يعني تجنب دخوله إلى الجزائر أو دخول عدد كبير من المغتربين إلى الجزائر أو أشخاص مشبوهين الذين يأتون من مناطق مشبوهة، وذلك من خلال الفحص أو العزل أو الحجر في البداية. النقطة الثانية وهي كذلك محاصرة البؤر إذا ظهرت في الأيام المقبلة حتى نتجنب نشر العدوى، والإجراءات الوقائية كذلك مبنية على العودة إلى الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالتباعد المكاني، وخاصة استعمال الكمامة، وخاصة كما قلت أن متحور أوميكرون يضم في تركيبته جزء من فيروس نزلة البرد، كما نعلم بأن نزلة البرد تنتشر بشكل كبير جدا عن طريق السعال والعطس والكلام إلى آخره، فالعودة لاستعمال الكمامة يحمينا يعتبر كإجراء وقائي مهم جدا. هذا من جهة. الجانب العلاجي وما الاستراتيجية العلاجية، وهي من خلال وضع بروتوكول علاجي يوزع على كل الأطباء والمستشفيات لاستعداد للموجة الرابعة، وكذلك ربما عندنا خبرة اكتسبناها في الموجة الثالثة، وذلك من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية.
ربما أتوقف عند نقطة مهمة أثرتها، هي نقطة التحقيقات الوبائية. بما أن هذا الفيروس ربما لديه سرعة كبيرة في الانتشار مقارنة بالمتحورات السابقة، ربما آلية التحقيق فتكون اليوم الإجراءات الاحترازية ربما ستكون مضاعفة. في السابق كنا نعزل فقط الشخص المصاب، اليوم ربما قد تمس هذه الإجراءات المحيط الضيق وحتى المحيط الذي تعامل معه. ربما كيف هو تصورك لهذه الإجراءات الاحترازية؟ ممتاز سيدي، فقط أنا طرحت سؤال مهم جدا وهو ما يعرف بالتحقيق الوبائي والمتابعة والتحري في الأوضاع الوبائية. يعني هنا نرجع إلى نقطة مهمة جدا وهي متابعة الوضع الوبائي المحلي والدولي. يجب علينا أن نتابع كل صغيرة وكبيرة عن هذه المتحورات، هذا كإجراء وقائي. النقطة الثانية التي أنبه إليها هم المختصين واللجنة العلمية ووزارة الصحة وهي الحدود، وذلك من خلال مراقبة الوافدين. اولا كما نعلم بان المنظمه العالميه للصحه اشارت بان هذا المتحور سوف ينتشر في كل العالم ولا مجال للهروب منه، لان احنا تسجيل حاله في الجزائر لم يكن بشيء مفاجئ، لان شيء منطقي في ظل فتح الاجواء الجويه والسفر بين مختلف العالم، لان الحالات المسجله في بدايه ظهور المتحور اوميكرون كانت في جنوب افريقيا وبوتسوانا، وكان هناك طائرتين هولنديتين وصلت إلى أمستردام تحمل المسافرين، وأغلبية المسافرين كانوا مصابين وكانوا تنقلوا من مطار جنوب أفريقيا اللي كان ممتلئ عن آخره، وأغلبية الأشخاص الذين أو المسافرين الذين وصلوا إلى هولندا سافروا بعد ذلك إلى نقاط كثيرة من العالم. إذن الإجراء الاستباقي المهم جدا الآن وهي التعامل بحذر مع الوافدين من البؤر المشبوهة. الآن المنظمة العالمية للصحة صنفت أكثر من 7 دول أو 8 دول في أفريقيا كبؤر لمتحور أوميكرون. النقطة الثانية وهي مراقبة جوازات السفر للوافدين. كيف ذلك؟ لأن الآن هذه كنقطة علمية مهمة جدا، لا نبني مراقبة الوافدين على PCR وفقط، ولكن نبني على جواز السفر، يعني نشوف المسار المسافر في 3 أشهر السابقة أو في 2 شهرين السابقين. النقطة الثانية وهي لا تعتمد على PCR ولكن نعتمد على الأعراض، لأن مثلا المتحول دلتا نحتاج في أغلب الأحيان إلى 5 إلى 10 أيام ليظهر PCR إيجابي، وكذلك المتحول دلتا يحتاج 50% ليظهر في PCR. حتى بالنسبة للمتحول أوميكرون له 33 طفرة، هو أكثر تطورا من دلتا، فبالتالي أكيد أنه لن يظهر في PCR. لهذا نعتمد على التحقيقات الوبائية الموجودة في جوازات السفر والاستجواب المسافرين ومراقبة الأعراض التي تظهر عن الأشخاص القادمين من مختلف الدول. تتحدثت عن نقطة مهمة وهي ربما مراقبة جواز السفر لفترة 2 شهر، يعني هل هذه الفترة ربما لاتقاء أي شبهات، يعني كان الشخص قد أصيب وقد شفي من المرض، يعني هذه هي الفترة التي ربما يكون فيها الإنسان مصاب أو يحمل الفيروس؟ بالفعل يعني قد يكون الشخص قد أصيب في السابق أو ربما كان موجود وربما لأنه مناعته جيدة فلم تظهر عليه العلامات، وبالتالي إذا كان مثلا يأتي إلى الجزائر حتى لو كانت ما ظهرت عليه أعراض وهو حامل لهذا الفيروس، أكيد أنه مثلا إذا أصيب بنزلة برد أو مرض خفيف جدا تنخفض المناعة فتظهر هذه الأعراض. لهذا يجب أن نتعامل بحذر، وفي ظل ربما هنا نرجع كذلك إلى نقطة مهمة جدا، لأن ضرورة التأكيد والصرامة مع القادمين من خلال إجبارية جواز السفر الصحي، جواز الأخضر الصحي الذي لجأت إليه كثير من دول العالم، لأن الموجة الرابعة هي موجة الغير ملقحين. فمثلا إيطاليا كما نعلم ويعلم الجميع بأنها تأثرت بشكل كبير جدا في الموجة الأولى، رغم ذلك في الموجة الرابعة لم تتأثر لا لشيء، لأن هناك صرامة كبيرة جدا في إيطاليا. نقول لك في إيطاليا مثلا حاليا يفرض جواز السفر الأخضر الخاص بالتلقيح حتى في وسائل النقل العمومي وليس فقط في الطائرات. لهذا الآن يجب إجبارية التلقيح على الوافدين. لماذا؟ لأن الشخص الذي تلقى اللقاح في السابق حتى لو كان مصاب بأوميكرون أو حامل أوميكرون أو مصاب بأوميكرون أو بدلتا في المستقبل لن تكون عنده أعراض خطيرة جدا ولا يسبب لنا ضغط على المستشفى، لأن نحتاج أن نعالجه في المستشفى بالنسبة للإنعاش أو التخدير أو غرف الإنعاش.
اذكر هنا ربما انت ذكرت في سياق الحديث انه الاشخاص اليوم الملقحين، يعني الاشخاص الذين لقحوا ولديهم جواز السفر الصحي ولديهم ربما لقاحين، وحتى البعض اخذ 3 جرعات من اللقاح، هذا لا يمنع انه يصاب، وهذا لا يمنع انه ينقل العدوى ويكون ربما سبب في نقل العدوى، يعني لا نعتمد فقط على هذا الجواز في التعامل. اكيد جيد، يعني الفرق بين الشخص الملقح والغير ملقح هذه نقطة مهمة جدا. يعني الناس تسألت يقول لك مثلا لماذا أتلقى لقاح الزكام وأصاب بالزكام؟ لماذا أتلقى لقاح كورونا وأصاب بكورونا؟ لقاح كورونا أو لقاح الزكام لا يمنعك من الإصابة، ولكن يمنع أو يحميك من مضاعفات الإصابة، وهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، يعني حتى شوف الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ممكن أن يصابوا، ممكن أن تظهر عليهم أعراض، لكن لا يعني أنهم لا ينقلون العدوى. وهنا الخطورة الموجودة، يعني بالنسبة لعدم استعمال كمامة، لأن مثلا التجربة الميدانية في بريطانيا في المملكة المتحدة قبل أشهر كانت فتحت الملاعب في الدورات في دوراتها المحلية والوطنية عن آخرها، ولكن مبنية على جواز السفر الخاص بالتلقيح. إذا كان كل المواصلين ملقحين حتى إذا كان نقل العدوى في بعضهم البعض، يعني يقولونها بأقل خطورة لأنهم ملقحين لا تظهر عليهم أعراض خطيرة جدا، في حين أن الغير ملقحين تظهر عليهم أعراض خطيرة جدا. حتى شفنا النمسا وين أجبرت في الموجة الرابعة أو استعملت أو نشأت إلى أسلوب الحجر الصحي على الغير ملقحين، لأن قلت أن الملقحين حتى لو أصيبوا تكون عندهم أعراض بسيطة جدا يحتاجون إلى المستشفى، في حين أن الغير ملقحين وهما الذين إذا أصيبوا تكون عندهم مضاعفات خطيرة ويدخلون المستشفى ويحتاجون إلى أكسجين. ممتاز هذا التوضيح دكتور، لأنه ربما نفهم من الكلام أنه التلقيح وحده لا يعني أنه الإنسان لا يكون ناقل للعدوى أو أنه يستطيع أن يصاب، ولكن التلقيح يقيه ربما من أن يكون لديه هناك مضاعفات من هذا الوباء والذهاب ربما إلى سيناريوهات لا يحمد عقباها. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد كواش على المشاركة في هذا الجزء من ركن الصحة. مشاهدينا الكرام، لا نزال مع الصحة دائما، سنتحدث عن الحملة الوطنية للتلقيح في صفوف الأساتذة وعمال قطاع التربية، سنتحدث عن الجهود الوطنية لتأمين الأمن الصحي الحدودي وكل المجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل توفير اللقاحات بمختلف أنواعها، لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل التحسيسي ثم نواصل. تسجيل أول حالة وفاة بوباء كورونا بالمستشفى الجامعي البليدة. من ذاك النهار كل شيء تبدل علينا. خطير، مرض به كاع العالم، وسكن الخوف في نفوسنا، تفارقنا، سفرينا، وتحرمنا من أعز الحاجات على قلوبنا، قاومنا بالشي اللي قدرنا، وساندنا بعضنا بعض. المرض ما كانش يختار، ما كانش يرحم، وما يفرقش ما بين كبيرنا وصغيرنا، القوي فينا ضعف والضعيف أمشى علينا. دخل الشك في نفوسنا وحسينا الفيروس تغلب علينا. جدو كيف أشرح المرض؟ ربي لطف بينا واللقاح هو اللي سلكنا. بالتلقيح تستمر الحياة، شعارنا دائما بالتلقيح تستمر الحياة. نواصل دائما في هذا الجانب التحسيسي حول أهمية التلقيح والمجهودات المبذولة في إطار ما يعرف بالأمن الصحي محليا وحتى على الحدود. ومعنا عبر الهاتف البروفيسور عبد الرزاق أبو عمرة، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تيبازا. صباح الخير. أهلا وسهلا، وسعيد أن يكون معك صباحا. شكرا جزيلا لك بروفيسور. ربما كان لدينا حديث عن المتحور أوميكرون، عن بعض القلق الذي يثيره عالميا، فيه تضارب ربما للأنباء حول هذا المتحور بين سرعته بين خطورته. ربما من الناحية العلمية الآن الأمور لم تتضح، لكن بناء على تجاربكم وخبراتكم السابقة كيف نستطيع أن نصنف أوميكرون من حيث الخطورة اليوم؟ لا، هو كل الآن المعطيات في الحقيقة كما كنت تفضلت وقلت أنها غير كاملة، لكن فيه معطيات أولية الآن حوالي في شهر من اللي تظهر الأوميكرون. المعطيات الأولى تقول أنه الانتشار قوي،
وهذا واش كانت لاحظنا في المدينتين الاوليتين في جنوب افريقيا، كان الاوميكرون كان سبق دلتا ولا هو اكثر عدوى، لكن المعطيات من ناحيه الفيريلونس ولا من ناحيه الفعاليه تاع الفاكسان هذه هي المعطيات اللي مازال تتبع. الان اول حاله كانت سجلت في انجلترا، اول حاله وفاه للفاريو اوميكرو، هذه اول حاله. اذا اظن من ناحيه الشده تاعو لا فيريلونس ولا من ناحيه اللقاح، لحد الان المنظمه العالميه للصحه تقول اللقاح انه مازال ويفيكاس، اللقاح الموجود حاليا مازال، حتى المخابر قالت حتى لو كان فيه مشكل لاكتياليزاسيون تاع اللقاح ما يطلبش وقت كبير. اذا كل مومون نقولوا انه لا ترانسميسيون كبيره، لا فيريلونس نستناو معطيات اخرى لانه ما فيش وفيات كبيره، لكن في اول حاله سجلت، لان هذا يخلينا نتبع الحالات. اللقاح لحد الان هو من الاستراتيجيه المهمه لجميع المتغيرات الموجوده حاليا. طيب نتحدث ربما قبل ان نتحدث عن اللقاح دكتور، ايضا ربما تساؤل يطرح اليوم، نبنيه ربما من الارقام المسجله للاصابات. بالامس سجلنا 230 اصابه، اليوم دكتور هل دخلنا في موجه رابعه ام لم ندخل بعد في هذه الموجه الرابعه، ام لدينا بوادر هذه الموجه؟ اين نحن من الوضعيه الوبائيه عالميا؟ لا، هي بوادر الموجه الرابعه بدات تظهر الان، عدد الحالات الجديده المسجله الان في صعود وصعود اكثر بكثير من اللي كان، اذا فيه سرعه وجود الحالات. المصالح الاستشفائيه بدينا نحسوا بلا شارج، اذا فيه مصالح اللي امتلئت، فيه مصالح اللي نحسوا بلا تونسيون كما يقولوا في المصالح. المصالح كذلك تاع الريانيماسيون ولا الانعاش كذا نفس الشيء، فيه اما ناس كثيره اللي بدات تجي للمصالح الانعاش، هذه كلها بوادر موجه رابعه. لكن نذكر وهذا هو الموضوع المهم، انه الموجه الرابعه هذه هي للمتغير دلتا. الان في الجزائر المتغير اللي هو المسؤول على هذه البوادر الموجه الرابعه هو المتغير دلتا. نعرف ان الخصائص تاع دلتا انه كان لا فيريلونس تاعه قوي ويحدث وفيات كثير، وهذا شيء مهم الانسان يقول له. وهذا ربما لكي لا نتغاضى النظر او لا نغض النظر عن هذا المتحور الذي كما قلت كانت هناك موجات سابقه، لكن اليوم هو مرشح لانه يكون هناك موجه رابعه لهذا الفيروس، لانه ربما الحديث في الاعلام وحتى الحديث حول اوميكرون ربما غطى بعض الشيء، خطوره المتحور دلتا، وانه يستطيع في اي وقت ربما انه يتسبب في موجات متتاليه. لا، هو الان الموجه الرابعه لازم يعرف كل مواطن، وهذا شيء مهم كثير، انه دلتا المتغير دلتا هو المسؤول عليها. لحد الان اكثر ب 99% هو حالات للمتغير دلتا. الخصائص تاع دلتا نعرفوها حتى، وانه شده لا ترانسميسيون شده الانتقال هي مش كثير مش قويه كما الاوميكرون، لكن تفكروا دلتا واش حدث لنا في الموجه الثالثه، كان في حالات كثيرة تاع اللي استدعيت الاستشفاء، حالات كثيرة اللي استدعيت الاستشفاء مصالح الإنعاش، ما نتسناوش ما نتفكروا الأكسجين، إذا في كانت حالات كثيرة فيها توفيات، وهو دلتا هو نفس المتغير الآن المسؤول على هذه الموجة اللي راح يكون مسؤول على هذه الموجة الرابعة. الآن أوميكرون كلام كثير عليه لأنه متحور جديد. متحور فيه بعض المتغيرات، سيتو متغير ليميتاسيون اللي كانت تصرات في البروتين سبايك، وكانت ليميتاسيون هذو كانت كثيره اكثر من دلتا، حوالي 34 دلتا كانت حوالي 10 طفرات اللي كانت في البروتين سبايك، لكن هذا حوالي 34، هذا هو الشيء اللي خلى الواماس كلاسيه في كوم فاريون بريوكيبون. لكن المهم جدا الان اننا ناخذ بعين الاعتبار، ما نساوش اوميكرون، لكن كذلك ما نساوش انه دلتا هو متغير فيرونو، لذلك الاحترازات والاحترازات للوقايه هي نفس الشيء
ما علينا غير الا اخذها بعين الاحتياط. دونك وفي هذه المخاطره في المرحله هذه الانسان لازم ياخذ الحيطه تاعه. الحيطه والحذر دكتور فقط ليست نتحدث على اطارنا الشخصي، لكن نتحدث الان على الاستراتيجيه العامه. اليوم لدينا وضع كما قلت صحي، فيه بوادر من اجل ان تكون لدينا موجه رابعه قد يسببها هذا المتحور دلتا. بالمقابل ربما نتحدث عن الاسلحه الموجوده لدينا، يعني نتحدث عن اهميه اللقاح ونتحدث ربما عن الاجراءات الوقائيه. ربما الآن في حاجة إلى تسريع وتيرة هذه العملية، في حاجة ربما اليوم إلى أن نذهب جميعا من أجل أخذ هذا اللقاح وعدم التريث، لأنه شفنا أن التريث ربما في مرات سابقة دكتور كانت لديه نتائج سلبية كبيرة. لا أظن أنه في المرحلة الحالية كما كنت ذكرت في المرحلة خاصة الآن بوادر موجة رابعة أو بداية موجة رابعة، أنه فاريون يمكن يكون ليدخل ويمكن يكون هو ريسبونسابل على موجة أخرى. إذا والحل موجود، وأنك عندك تملك حل، والحل يقدر يخليك تكونترولي هذه المواجهات، لأنهم مهم جدا اللقاح كما الآن نقولوا لنا سيتين بروتكتور، حماية فردية. شوفوا في بلدان أخرى الآن في عدد الحالات كثيرة مسجلة، لكن مصالح الإنعاش وعدد الوفيات نقصت بطريقة جد بعدد كبير، وهذا هو الشيء اللي احنا نذكره. اذا الان اظن انه لازم تكون الاستراتيجية تاعنا كانت دائما مبنية على اللقاح. لاحظنا انه فيه ناس كثير ما تجاوبتش مع هذا اللقاح، مع علمها انه اللقاح والحل حتى يحمي نفسه، لانه لما نقول له تلقح راح يحمي نفسه. في الحقيقة شفنا ناس ما يجوش اللقاح حتى يمرضوا عدد كبير من الافراد تاع العائله تاعهم ولا حتى يتوفوا. انا اظن ان نقول لهم انه في الاستراتيجيه تاعنا كانت كاينه من بين الاستراتيجيه كانت لا كومينيكاسيون، نقول لهم ان الحمايه ليك ما تخليش حتى يجيك المرض الى المنزل، ما تخليش حتى يتوفى واحد من العائله تاعك، ما تخليش حتى تبدا هذه الموجه الرابعه، لانه اذا بدات الموجه الرابعه حتى اللقاح ما يفيدكش، لأن اللقاح يتطلب حوالي شهر باش يكون فعال. أظن أنه من الآن لازمنا نقدروا هذا المواطن ولكل الأشخاص اللي قد يكونوا معرضين باش يمرضوا باش يجوا يديروا اللقاح تاعهم. الصدفة أن اللقاح في الجزائر متوفر بكثرة، وكذلك كاين عدة لقاحات متوفرة، حتى اللقاحات اللي كانت مطلوبة كان جونسون كذلك كان مطلوب مثلا، هو متوفر، أسترازينيكا متوفر، سينوفاك متوفر، إذا فيه عدة لقاحات متوفرة. أظن أنه حان الوقت اللي لازم المواطن نجيبوه باش يلقح نفسه. طيب دكتور، أنت ربما تحدثت عن نقاط مهمة جدا، ربما في السابق في أول ما ظهر هذا الفيروس وربما لم يتوصل العلم أنذاك إلى تطوير لقاح، كان هناك حديث ولغط حول أنه هذا الفيروس سيفتك بالمجتمع هنا في الجزائر إلى غيرها. ظهر اللقاح والجزائر سارعت وكانت من بين الدول السباقة في اقتناء اللقاحات بمختلف أنواعها، بعدها ربما تحول حالة الخوف إلى حالة الخوف من اللقاح. اليوم كما قلت والبعض يبحث عن لقاحات بعينها، اليوم كل لقاحات موجودة بمختلف أنواعها، لكن هناك هذا الإحجام. اليوم ربما أيضا في سياق كلامنا هناك حملة تلقيح ثانية في صفوف قطاع التربية والتعليم، نتحدث عن أهمية التلقيح في صف هذا القطاع لأنه يتعامل بشكل مباشر مع فئة حساسة، فئة هشة، فئة لم ربما تحدد في إطار الأشخاص الذين يستطيعون تلقي التلقيح، نتحدث عن التلاميذ. لا هذا الشيء مهم، كنا لاحظنا في المدة الأخيرة في عدد كبير من الأطفال كانوا مرضوا، حتى عدد العمال من مديريات التربية كنا لاحظنا حتى أنه تقديم العطلة خوفا من زيادة العدد. أظن أنه كان في حل مع بداية الدخول، كان وفرت مصالح الصحة حتى مصالح التربية العمل المشترك، لأنه الفائدة هي واحدة هي تنقيص الانتشار تاع المرض، كان وفرت كل اللقاحات، كانت فيه حملات في المدارس في الـ 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 في الـ
كانت حملات كثيره، لكن واش لاحظنا، وكان حتى كان فيه مع الاول بدايه اجباريه اللقاح، لكن لاحظنا انه كانت فيه انغتيسوس من عمال التربيه كبير، حتى انه لما نشوفوا لوطو كوفيرتير والعدد الاشخاص اللي تلقوا قليل. اظن انه كما كل واحد يعرف كيفيه الانتقال، انه لما يكون فيه اختلاط كبير البغاتاج فيه كثير في المدارس، نعرفوا عدد في كل قسم شحال كاين من طفل، في كل مدرسه شحال كاين من شخص يعمل، اذا كاين فيه اختلاط كثير. لما تكون البروتوكول الصحي ماهوش مطبق بطريقه جيده، حتى وانه صعب جدا تطبيق البروتوكول الصحي مع الاطفال، لانه الطفل ما باش يتعلم باش لازم له كذلك تربيه صحيه كبيره. كان من الحلول انه لازم يكون اللقاح. الشيء اللي لاحظناه والمؤسف جدا انه كان فيه لقاح، كان العدد الملقحين قليل وقليل جدا. اظن انهم الباب هذا في حمله في هذا الاسبوع او الاسبوع القادم، وخاصه ناخذ بعين الاعتبار هذه العطله، في حملات تلقيحيه اللي راح تروح تشي عمال الصحه عمال التربيه. ولازم عمال التربيه يجاوبوا، لانه فيها لما نقولوا اللقاح لعمل التربيه فيها حمايه ليه لشخصه، حمايه للعمل اللي معاه، وكذلك هي حمايه لاطفالنا حتى. طيب. هو كذلك كنا نقولوا ان الطفل ينقل العدوى، حتى انه كذلك في حمايه هو كذلك من الاختلاط مع الاطفال. طيب. اذا هذا شيء مهم جدا. اذا لما نفاكسيني كل المكان اللي فيه العمال بهذه الطريقة، نقدر ننقص لا ترانسميسيون ولا ننقص الانتقال تاع الكوفيد، وبهذه الطريقة ما نوصلش للعدد المسجل ولا اللي كان تسجل. وحتى الانسان اللي يمرض كما قلت لكم هو دائما محمي، حتى ولا في دار الفورم اللي جار ولا الفورم اللي ما تستدعيش يروح المستشفى ولا ما تستدعيش يروح لمصلحة الانعاش. هذا كذلك جد مهم، وهذا هو الان هذا هو المطلوب، انني نلقح من اجل حمايتك ومن اجل انك ما تروحش المضاعفات او متاهات اخرى. دكتور، ربما في الختام نتحدث عن النقطة مهمة دكتور، هو استراتيجية من اجل النشاط تاعنا الدراسي والنشاط العملي يقعد، هذا هو اهم شيء. نتحدث عن الاستراتيجية الان دكتور، الاستراتيجية الوطنية، استراتيجية الجزائر، اكيد انت تتابع تطور الفيروس في مختلف دول العالم، تتابع ايضا ربما ما تبذله الدول من جهود ومجهودات لتوفير اللقاح لمواطنيها. نتحدث الان عن ما بذلته الجزائر منذ بداية ظهور هذا الوباء، منذ بداية تفشي الأزمة، مسارعتها في مختلف الاتجاهات من أجل الحصول على مختلف اللقاحات، والحمد لله لدينا اليوم ربما مخزون كبير من اللقاحات، حتى أنها أصبحت تفكر ليس فقط في الأمن المحلي الداخلي بل الأمن على الحدود، من أجل حتى توفير اللقاح على حدودها من أجل ضمان الأمن الصحي، وتابعنا التبادلات مع الجارة الشرقية تونس. هذا شيء مهم، ويجب ان نعرف ان الجزائر كانت عملت على الطريقه الاستباقيه، كنا كانت تستبق حدوث الشيء. نعرف مع بدايه الموجه كنا عملنا احترازات وقائيه استباقيه، كان ما فيش عدد كثير، لكن كنا نثبتوا الاحتراز، كنا درنا الحجر الصحي، الحجر الكلي، الحجر الجزئي. اذا كانت كل مره فيها عمليه استباقيه من اجل نستبقوا الحدث حتى نحميوا الفرد الجزائري، ومن المصالح العليا للبلاد كانت عملت بهذه الطريقه. اذا فيها احترازات استباقيه، فيه احترازات آنية في الوقت. ثبتوا مثلا بداية اللقاح لما كان اللقاح قليل، والقرار تاع رئيس الجمهورية من أجل تلقيح الجزائريين مع بداية شهر جانفي، وكان هذا الشيء مهم جدا لأنه كانت فيه كلام كثير على اللقاح، حتى جاء القرار، قرار جد كان جد قوي في وقته. اذا بدايه اللقاح كان قليل البلدان اللي قدرت تجيب اللقاح ولا بدات اللقاح. طيب، هذا شكرا
شكرا جزيلا لك بروفيسور عبد الرزاق بو عمره. اذا كان هذا ربما جانب من الجهود التي بذلتها وتبذلها الدوله في اطار توفير اللقاحات وفي اطار توفير الحمايه والوقايه من هذا الفيروس. والاستراتيجيه الفعاله للجزائر سمحت لها بان ربما تنأى بالمواطن الجزائري عن المتاهات التي دخلت فيها كثير من دول العالم. اذا مشاهدينا الكرام نعيد ونذكر انه بدايه او بدعوه من اخيه قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية تونس الشقيقة تدوم يومين ابتداء من اليوم الأربعاء. تندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين. سنتوقف مشاهدينا الكرام عند هذه الزيارة ونتوقف عند المشاريع الكثيرة التي تربط الجزائر وتونس ونتحدث عن الشريط المزدوج أو الطريق المزدوج الرابط بين الجزائر وتونس في هذه الورقة للزميل رضا تبرمسين. سيكون الإضافة المرجوة هو الطريق الوطني المزدوج والذي يربط تونس بالجزائر وعلى مسافة 45 كيلومترا عبر المعبر الحدودي الحدادة، وهو أيضا الطريق الاقتصادي الذي سيجعل من المراهنة الحدادة وسوق هراس ككل منطقة عبور بامتياز. ما تبقى إلا 6 كيلومتر للوصول إلى الحدود الجمهورية التونسية، ويدخل ضمن المخطط التوجيهي للولاية. يعتبر مركز اقتصاد بامتياز، يعني سوق هراس لأن تربطنا من هنا عنابة طريق شرق غرب ومن هنا الجمهورية التونسية، دوك وخاصة الميناء البار. ربط الجزائر بتونس على نقطة ساقية سيدي يوسف بغض النظر عن الشقين التاريخي والاجتماعي. رهان مضاعفة الحركية في هذا المكان قد ينطلق أيام فقط تفصل عن استلام المشروع. نعول على نجاحه لتمكين بلدية الحدادة خاصة من تدعيم إيراداتها وكذلك تعود بالفائدة على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستقطبهم هذا المعبر. هذا المشروع الهام والهام جدا واللي عنده أبعاد اقتصادية وطنية، على اعتبار أنه يربط الجمهورية الجزائرية بشقيقتها الجمهورية التونسية، ووجود المعبر الحدودي الحدادة وما يشكله عائداته الاقتصادية من تنمية محلية سواء لسكان الحدادة، لسكان المراهنة، سكان سوق هراس بصفة عامة. ما تبقى إلا كيلومترات قليلة وجسر على مسافة لا تتعدى 40 مترا تفصل عن مشروع سيغير خارطة المكان وليترجم أفاق المتعاملين الاقتصاديين عبر هذا الطريق السريع. إذن للحديث حول هذا الطريق السريع، طريق الازدواج الرابط بين الجزائر وتونس وأهميته الاقتصادية والتنموية، أسعد أو معي عبر المباشر الزميلة ابتسام جاوي المتواجدة بولاية سوق هراس الحدودية. صباح الخير ابتسام. صباح الخير أسامة، صباح الخير لكل الجزائريين في صباح الجزائر، حيث نلتقي بكم من النقطة التي كانت نهاية هذا الروبورتاج من الجسر الموجود على مستوى منطقة ولاد بحوش، حيث تتواصل أشغال بناء هذا الطريق أو إنجاز هذا الطريق على مستوى بعض التفاصيل التي تبقت منه، وللحديث عنه وعن الآفاق التي سيفتحها للجانبين الجزائري والتونسي في إطار العلاقات الأخوة وحسن الجوار والتشارك أو الشراكة بين البلدين، أسعد باستقبال السيدة عقاب صالحة وهي مديرة الأشغال العمومية بولاية سوق هراس التي تعد 5 بلديات حدودية مع ولاية الكاف على مستوى ساقية سيدي يوسف. صباح الخير سيدتي. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام على الجميع.
هذا الطريق يعتبر شريان اقتصادي بالنسبة للجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، وهو الطريق الوطني رقم 81 على مسافة 25 كيلومتر. هو في هو على وشك الانتهاء، وعلى وشك الانتهاء زائد بناء الجسر كذلك على وشك الانتهاء، سيدخل إن شاء الله في الخدمة في الأيام المقبلة القريبة. الطريق هذا منتظر، ينتظره الجزائريون وينتظره التونسيون وأبعد من تونس يتمنى الجزائريون وكل سكان المنطقة المغاربية، تونس والجزائر وحتى ليبيا. هو معبر هام جدا لأنه يمر على منطقة حدودية. سيدتي، إنجازه كلف أموال يعني كبيرة للدولة الجزائرية، ماذا سيفتح من 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 آفاق لسكان المنطقة وللمتعاملين الاقتصاديين خاصة بين البلدين؟ هذا الطريق يربط المعبر الحدودي عن طريق ساقيت سيدي يوسف، ويعتبر شريان رئيسي للتبادل التجاري، للمرور، الحركة المرورية. كذلك هو يعتبر طريق دولي، تقدر تقولي طريق دولي، ويقدر يوصلنا حتى إلى ميناء عنابة لأنه الطريق الوطني رقم 81 يربط الطريق الوطني رقم 16 دخول إلى لوتوغوت طريق سيار، ومن هناك نصل إلى مدينة عنابة أي البار والأيروبار، يعني ما يكون تبادل الاقتصاد. ولهذا يعتبر طريق مهم جدا بالنسبة للجزائر والجمهورية التونسية وفي التبادل التجاري ولا في المعاملة الاقتصادية. هو مطلب يعني من طرف المتعاملين الاقتصاديين، من طرف سكان المناطق الحدودية على الجهتين بالنسبة للجزائر وبالنسبة لولاية الكاف بالجمهورية التونسية، وتم تجسيده في مدة يعني تعتبر يعني ليست بالطويلة كإذا أمكن أن نقول ذلك. هو مطلب يدخل في اتفاقية ساقيت سيدي يوسف. دوك هو مطلب الجميع سواء من ناحية من طرف التونسيين أو من طرف الجزائريين، وهو قد تم تقدروا تم إنجازه وسيدخل إن شاء الله عن قريب في الخدمة. في الخدمة ما معناه؟ في التبادل التجاري، في التبادل الاقتصادي، في حركة تسهيل حركة المرور وما شابه ذلك. في إطار كما تكلمنا اتفاقية ساقيت سيدي يوسف التي تم إبرامها بين البلدين، بين الجزائر وتونس، وأنتم تنجزون هذا المشروع سيدتي، وبالنظر إلى خاصيته لأنه يربط بلدين شقيقين لهم تاريخ مشترك ولهم أفاق اقتصادية مشتركة، كيف تلقى السكان لأنكم قمتم بيعني وضعوا على أراضي خاصة، كيف استقبل السكان هذا الطريق وكيف سهلوا إنجازه بوجه الخصوص؟ لأن هو يسهل حياة السكان الحدودية. دوك السكان استقبلوه بارتياح، والدليل على ذلك ان من الفلاحين ساعدونا في انجاز هذا الطريق، يعني ما عملوناش ديزوبستاكل ولا كانت تسهيل من طرف الفلاحين، من طرف جميع السكان. وفي النهايه يعني هذا الطريق الوطني المزدوج مطلب تحقق، مطلب مهم جدا تم الاتفاق عليه، واليوم هذا الطريق راه تحقق وتم انجازه، لم تبقى الا تفاصيل قليله كما قلنا. وسؤالي الاخير الى السيده مديره الاشغال العموميه بولايه سوق هراس، هل من مشاريع اخرى في هذا الاطار على مستوى ولايه الطرف الحدوديه من اجل ولايه سوق هراس؟ عفوا، لأن ولاية الطرف أيضا ولاية حدودية، أنا هنا موجودة بولاية سوق هراس على مستوى دائرة الحدادة، هل هناك مشاريع أخرى على مستوى ولاية سوق هراس على مستوى المناطق الحدودية من أجل أيضا تعزيز هذا التعاون وهذا التكامل الاقتصادي؟ هناك الطريق الوطني رقم 20 هو داخل في صيانة الطرق، في تقوية الطريق. الطريق الوطني رقم 20 يربط كذلك الجزائر بمعبر حدودي عن ولد مومن، يسموها المنطقة ولد مومن. دوك فيما يخص الأشغال العمومية تعتبر الطرقات في حالة جيدة يعني. والطرقات هذه انجزت من طرف مديريه الاشغال العموميه طرق الولايه، مؤسسات محليه، مؤسسات دي زونتربريز ولائيه وطنيه وبريفي.
خاصة. إذن هذا الطرق التي تم إنجازها على مستوى ولاية سقراط تعد شريان للحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية بين سكان البلدين، خاصة السكان المتمركزين على مستوى المناطق الحدودية. كانت لنا هذه الوقفة مع السيدة مديرة الأشغال العمومية لولاية سقراط، كلامها كان أكثر تقنيا لإبراز مجهود الدولة الجزائرية في إنجاز مثل هذه المشاريع. شكرا جزيلا لك زميل. شكرا جزيلا لك الزميلة ابتسام بجاوي، سنعود لك خلال هذه التغطية المفتوحة لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الجار الشرقية تونس. إذا مشاهدينا الكرام نستقبل مباشرة ضيف الصباح. ضيفي في هذا الجزء الدكتور حائز على جائزة أفضل مدير تنفيذي للأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في أمريكا الشمالية، تفوق على عباقرة أمريكا وكندا، يشغل منصب مدير تنفيذي لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعي، واحد من الأدمغة التي تفخر بهم الجزائر في هذا المجال الهام والحيوي، مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نتحدث عن تجربته الرائدة، عن أسرار التفوق والنجاح، ونتحدث عن الرؤية الجديدة للحكومة الجزائرية بالتعويل على هذا القطاع كقاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فؤاد بسطوان، أستاذ بجامعة شيكاغو ومدير مركز الذكاء الاصطناعي. أهلا بك. أهلا، شكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور. ربما مع أنك غني عن التعريف في الجزائر، اسمك متواتر سيما بعد حصولك على جائزة أفضل مدير تنفيذي في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نعرف بشبابنا، نعرف بطاقاتنا، نعرف بأدمغتنا التي نفخر بها، نتحدث ربما عن إنجازاتك في هذا المجال. أولا أنا أود أن أشكركم على هذه الاستضافة. أنا فرحان كثير أن يكون في بلد الجزائر في غياب دام أكثر من عامين، خاصة مع جائحة الكورونا الكوفيد 19. أنا اسمي فؤاد، أنا ولدت وترعرعت وكبرت في ولاية عنبة. تحصلت على شهادة بكالوريا في 2005 في العلوم، كذلك تحصلت على ليسانس أو باتشلر ديجري في الرياضيات والإعلام الآلي. أنا خريج الجامعة الجزائرية 100%. ما شاء الله. تحصلت على شهادة ماستر ديجري في الذكاء الاصطناعي من جامعة عنبة، وكذلك الدكتوراه في اختصاص الذكاء الاصطناعي من نفس الجامعة. يعني أنت منتوج محلي بحث. محلي بحث، نعم. بعدها بدأت التجربة ربما. نعم، بعدها بدأت التجربة على البعد العالمي. تحصلت على منصب وأنا كنت في الجزائر لأكمل والاستكمال بحوثي في الولايات المتحدة الأمريكية. كان المنصب هو بوست دكتور ريسيرش، هو باحث لما بعد الدكتوراه في جامعة نيفادا، جامعة لاس فيغاس في ولاية نيفادا. قمت ببحوث لمدة عامين، وحصل لي شرف أني تحصلت على دكتوراه أمريكية فيلوسوف دكتور إن كمبيوتر ساينس. قمت بتأطير العديد من الدكاترة الأمريكيين في نفس الجامعة، كذلك قمت بتأطير العديد من طلبة الماستر. اشتغلت في عديد من مجالات الذكاء الاصطناعي، من السيارات الذكية إلى مجالات سيكوريتي أند سايبر سيكوريتي. واتيحت لي الفرصة كذلك أني كنت أقدم بعض المحاضرات في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، منها جامعة ستانفورد، MIT في بوسطن، كذلك في كولورادو. يعني كانت لدي العديد من scientific activities في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الجامعة الجزائرية اليوم تصدر ولا زالت تصدر الأمثلة والنماذج الناجحة، فقط ربما النجاح مرتبط بالفرد. يعني الإنسان لما يؤمن بتخصص ما ويعني يعيش له ويبحث في هذا المجال ربما راح يصل، يعني لا. في النهاية راح يصل، لا يهم ربما قريت في عنابة ولا باب الزوار ولا لا تهم كثير يعني أين درست. الجامعة تعطيك basics، أساسيات لتخليك تبدع في المستقبل، لكن الإنسان يجب أن يجتهد، أن يعلم نفسه بنفسه. خاصة أنا وجهتي كانت محددة، أنا كنت أعرف وش نحب ندير في الجامعة. المسار كان كنت أعرف المسار. كنت أحب الرياضيات، كنت شغوف بكيف العقل البشري يعني function
لذلك أنا اخترت الرياضيات والإعلام الآلي. أنا في دراية أن هناك العديد من الطلبة يجدون صعوبة في التوجه في الجامعة وينتهي به الأمر يعني في تخصص لا يحبونه. يعني هنا ربما نتحدث عن أهمية اختيار المسار منذ البداية. يعني السر من أسرار النجاح أنه يختار المسار اللي يشوف روحه يقدر يستطيع أنه يقدم فيه. نعم. وهذا جانب على ما أظن أن المنظومة التربوية في الجزائر يجب أن تشتغل يعني وضع مجهودات لمساعدة الطلبة لاختيار خاصة بعد البكالوريا لاختيار المسار. لأنه في بعض الأحيان يبقى التلميذ في فترة ضبابية ما عندوش ربما اطلاع كبير على التخصصات المطروحة إلى غيرها. دكتور خلينا نتحدث ربما أيضا عن إنجازاتك، لديك 10 براءات اختراع هكذا أو زادت؟ زادت نعم، لدي أكثر من 20 براءة اختراع ما شاء الله. وtrade secrets. احنا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا نقوم بتسجيل كل البراءات الاختراع، بعض براءات الاختراع لأنه الماركت أو السوق مازال مش واجد لهذا التكنولوجيا. يعني هي استباقية يعني الزمن القادم. نقدم لدينا 10 سنوات استباقية في الجانب التكنولوجي، لذلك احنا في السنة الماضية قمنا بتسجيل 20 براءة اختراع في المنظمة USPTO US Trade Mark and Patent Agency في الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة حكومية. وكذلك لدينا أكثر من 70 trade secret يعني حتى لا أحد يعني يعرفها وتبقى من secrets للشركة. طيب أيضا نجحت في تطوير أسرع وأدق منظومة للرؤية الاصطناعية، يعني حدثنا عن هذه التجربة. الرؤية الاصطناعية، تعريف الرؤية الاصطناعية هي كيف نعلم الكمبيوتر أو الأجهزة لترى العالم مثل الإنسان، وهذا كان حلم للبشرية يعني منذ زمن بعيد جدا. وأنا اختصاصي هو في الرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي. أنا لدي فريق متكون من العديد من الباحثين، كذلك إنجنيرز ومهندسين في التكنولوجيا المعقدة، واشتغلنا مدة أكثر من عامين على تطوير هذه المنظومة، لكن كنا نشتغل بطريقة إنسايلو، معناتها لا نخبر على التكنولوجيا التي نطورها. هذه من استراتيجيات الشركات في أمريكا for competition. بعد ذلك يعني طورنا هذه المنظومة وطرحناها في السوق، حتى المنافسين يعني ما كانوش ينتظروا أن نطور. هي سرية العمل. هي سرية العمل نعم، أن نطور هذه التكنولوجيات. ويعني وكانت في الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه التكنولوجيا التي طورناها كانت أفضل من التكنولوجيا التي طورتها شركة أمازون، شركة جوجل، مايكروسوفت، هوم ديبو، العديد من الشركات الأخرى. هذه المنظومة تستطيع أن تتعرف على العديد من المنتجات الصناعية والطبية في أي مجال، أكثر من 1,000,000. والقدرة الأخرى لهذه المنظومة هي تتعرف على هذه المنتجات في أقل من 3 ثواني. لو نرى نفس المنظومة للشركة أمازون تأخذ على الأقل 12 ثانية. يعني هي تتعرف. هي السرعة وكذلك precision. طيب نعود إلى الجزائر اليوم، أنت متواجد بيننا طبعا ومختص في هذا المجال ومتفوق في هذا المجال. اليوم فيه اهتمام من طرف الحكومة، تعطي اهتمام بهذا المجال ليكون ربما قاطرة حقيقية لتنمية مستدامة. لدينا اليوم مدرستين وطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي. ربما هذه الخطوات كيف وجدتها من خلال احتكاكك، من خلال المحاضرات اللي قدمتها بالجزائر للطلبة وغير ذلك؟ نعم، أنا قدمت محاضرات في المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، كذلك للرياضيات. أول شيء أني لاحظت أنه يعني في محاضرتين يعني وجدت العديد من الطلبة، يعني انبهرت. يعني الاوديتوريوم كان ممتلئ على آخره، يعني هناك انترست من قبل الطلبة ليتعلموا، وأنا كنت فرحان كثير أني أشارك خبراتي وكذلك النولج مع الطلبة. هم الطلبة يعني يتحدثون إنجليزية بطلاقة، يعني هذا الشيء استحسنته كثيرا، لأنه تحدث بالإنجليزية راح يعطيك، يفتح لك أبواب على أكثر
للتعلم بحوث علمية خاصة يعني هي وسيلة. نعم نحن نستعمل الإنجليزية. كذلك هناك يعني طرحوا أسئلة يعني في الصميم والدقيقة وفي الصميم يعني ما شاء الله عليهم. هي خطوة أنا استحسنتها من قبل الحكومة. هذا يدل على أن هناك forward looking vision أنت رؤية مستقبلية وكيف نطور هذه الكفاءات في الجزائر ليبقوا في الجزائر. طيب الاستثمار ربما في العمل البشري مهم. نتحدث ربما في عجالة عن أسس ربما الذكاء الاصطناعي، الاستثمار في الطاقم البشري، ونتحدث عن العلوم المرتبطة الأخرى. لما نتحدث عن علم البيانات مثلا يعني لدينا مدخلات تتحكم في هذه التكنولوجيا. نعم هناك العامل البشري كذلك العالم أو عامل الكفاءات هي very important. كذلك هناك عوامل infrastructure يعني الذكاء الاصطناعي يتطلب إمكانيات كذلك، وهذا الشيء بإذن الله في المستقبل راح نعاون أن تكون عندنا إمكانيات، تكون عندنا infrastructure لتطوير و في عجالة ربما الدور التقني الذي تلعبونه أنتم ككفاءات وأدمغة يعول عليكم ربما في نقل هذه الخبرات. أنا كنت استقبلت من قبل الوزير الشركة الناشئة ستارت أبس، وإحنا تكلمنا على العديد من المشاريع وإن شاء الله راح تكون في المستقبل إن شاء الله. شكرا لك شكرا لك دكتور فؤاد وستوان، أستاذ بجامعة شيكاغو ومدير مركز الذكاء الاصطناعي، شكرا لك شاركتنا في هذا الجزء الحديث شيق. مشاهدينا الكرام نمر مباشرة إلى غرفة الأخبار وموجز التاسعة ونعود بعد ذلك. موجز لأهم الأخبار من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية وبدعوة من أخيه قيس السعيد رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرع في زيارة دولة إلى جمهورية تونس الشقيقة تدوم يومين ابتداء من اليوم الأربعاء. وتندرج هذه الزيارة في إطار تثمين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما. زيارة تترجم الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولي الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس السعيد مقاليد السلطة في البلدين. العلاقات الجزائرية التونسية في هذه الورقة لأحمد أمين دريدي. الجزائر أو تونس، بل الجزائر وتونس لا فرق، فالبلدان والشعبان تجمعهما منذ أمد بعيد وشائج الأخوة وعرى الصداقة ووحدة التاريخ والمصير، ولك أن تلمس ذلك عيانا عند الجزائريين وعند التونسيين. أنا أعتقد بأنه تونس بلد شقيق وبلد جار وفي نفس الوقت مجالات مختلفة ومرتبطة ومتشابكة جعلت الشعبين يعني دائما في تضامن وفي تكافل مشترك، وبالتالي نفس المصير نفس الوحدة نفس القيم نفس العادات نفس الثقافات. جزائر تونس أولا جوار، الجزائر تونس أيضا تاريخ، الكل يتذكر ما هو راسخ طبعا في الذاكرة الجمعية بالنسبة للشعبين الجزائري والتونسي أحداث سقية سيدي يوسف، وبالتالي ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا خصوصا في هذه الظروف. الأخت الكبرى إخواتنا الجزائريين وكان مش من الاستعمار، راهي بلاد واحدة، راهو نحكيو كيف كيف، احنا نقولوا نهدروا نحكيو كيف كيف، نتكلموا كيف كيف، طبيعنا كيف كيف، أصلنا هو واحد. جزائر برشا حاجات، جزائر بلد النضال، كل شيء، بلد عربي وإسلامي وخيالنا، وكما نحن نمشي ويفرحوا بينا، عندهم الكرم برشا برشا،
برشا توانسة جاءوا في حالات استثنائية ولقاوا الجزائرية وقفوا معاهم، مش هم غدارين، مش هم انتهازيين، مش هم استغلاليين، يفرحوا بالضيف، عندهم الرجلة. هذه اللحمة بين الشعبين رسخها التوافق على أعلى مستوى بين قيادتي البلدين، الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، اللذين كانا دائما عند تطلعات شعبيهما. اتفقنا على أساس تكون فيه زيارة، زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام، حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس. نحن شعب واحد، تاريخنا واحد، ومستقبلنا واحد، ولا أشك لحظة واحدة بأننا سنحقق أمال أجدادنا وأحلام شبابنا. أننا جسد واحد بل بنيان مرصوص. العلاقات بين الجزائر وتونس لم تتوقف عند مجرد تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، بل تعدت ذلك إلى التنسيق والتعاون الدائمين بين البلدين الجارين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ناهيك عن تضامن الجزائر ودعمها الدائم للشقيقة تونس عند كل المحطات وفي كل الظروف. إرادة سياسية ترجمت على أرض الواقع وتجسدت في مشاريع حيوية تجمع الجزائر وتونس اليوم في مجالات متنوعة كالطاقة والصناعة والتعليم العالي والتكوين والثقافة. أما عن المبادلات التجارية فالأرقام تتحدث عن مستقبل واعد لأفق شراكة استراتيجية حقيقية. تعتبر تونس ثاني شريك إفريقي اقتصادي للجزائر على مستوى إفريقيا. بلغ حجم المبادلة التجارية بين البلدين لسنة 2020 مليار و259 مليون دولار أمريكي، وسيتعزز إن شاء الله هذه المبادلات تتعزز عند دخول منطقة التجارة الإفريقية زليكاف. إنما يربط الجزائر وتونس أسمى من أن يحصر في شراكة أو تعاون أو تنسيق أو جيرة، فالشعبان اللذان التأما على دحر المستعمر والتحرر من ربقته أبت الدماء التي امتزجت ذات يوم بالساقية، إلا أن تزيد الشعبين تراصا وأخوة وتضامنا. في التعاون الطاقوي وقع مجمع سوناطراك ومجمع إينيا الإيطالي أمس وقعا عقدا في مجال المحروقات بحجم استثمار يقدر بمليار وأربعمائة مليون دولار، إلى جانب اتفاقية استراتيجية في ميدان الانتقال الطاقوي. وتم التوقيع على الوثيقتين من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار والمدير التنفيذي لشركة إينيا كلاوديو ديسكاليزي، وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وسفير إيطاليا لدى الجزائر جيوفاني بوجيزي. عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بالمجمعات الصناعية الكبرى، تعكف ولاية سيدي بلعباس على إشراك المؤسسة الجامعية في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهذا من خلال توفير أرضية تكنولوجية صناعية تجسد التكامل بين الجهود الأكاديمية والصناعية. وفي هذا السياق أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أكد على أهمية الربط بين عملية التكوين والبحث وعالم المؤسسات الصناعية والاقتصادية. كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية مع المتعاملين الاقتصاديين لتسهيل وتسريع عملية إدماج الطلبة في سوق الشغل.
إلى الانشغالية الصحية وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت أمس 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تمثل 183 مريضا للشفاء، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا في شأن الصحراوي، وبعد 3 أيام من الأشغال اختتمت فعاليات المؤتمر 9 لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أشرف على افتتاح إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية بمشاركة مندوبي المؤسسات الوطنية الصحراوية والاتحادات المهنية الصحراوية بما يفوق 400 مندوب ووفود من دول شقيقة وصديقة تحت شعار عمل، تضحية، وفاء، وهذا لاستكمال التحرير والبناء. في مستجدات المتحور الجديد أوميكرون، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة في معظم دول العالم حتى وإن لم يتم رصده. وحذر المدير العام للمنظمة من الاكتفاء باللقاحات داعيا إلى استخدام كل الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد 19. هذا وقد أغلقت هولندا المدارس الابتدائية لمواجهة تفشي الفيروس، فيما صوت البرلمان البريطاني على فرض قيود جديدة بسبب انتشار الفيروس كاستخدام الإجباري للأقنعة والتصريح الصحي والتطعيم الإجباري للعاملين في قطاع الصحة. أخيرا وفي الرياضة وفي كرة القدم، وتحسبا للدور نصف النهائي من كأس العرب فيفا قطر 2021، أنهى أمس المنتخب الوطني للاعبين المحليين تحضيراته تحسبا لمباراته أمام مستضيف البطولة منتخب قطر اليوم الأربعاء بملعب الثمامة. وفي خرجته الإعلامية أكد الناخب الوطني مجيد أبو قرة جاهزية جميع اللاعبين لهذه المباراة. حظ موفق للمنتخب الوطني. ختام هذا الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج هذا الصباح، هذه التغطية الإخبارية المفتوحة، ونتوقف عند زيارة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الذي يؤدي زيارة دولة إلى جمهورية تونس الشقيقة تدوم يومين ابتداء من اليوم الأربعاء. هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجدرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما. دائما مشاهدينا الكرام، وفي إطار العلاقات الأخوية والصداقة الضاربة في عمق التاريخ بين شعب واحد في بلدين جارين، عبر المواطنون عن تثمينهم لروابط الأخوة والصداقة التي تربطهم بأشقائهم التونسيين، وهو ما سنتابعه في هذه التصريحات. العلاقة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي عندها تاريخ، ودائما كانت في المستوى علاقات حميمة. احنا في حقيقة شعب واحد، لغة واحدة، تاريخ واحد، دين واحد، احنا شعب واحد واشتركنا في دماء واحد أيام الثورة في ساق سيدي يوسف، وهذه العلاقة دائمة فيها سيرة الدم والرحم بيننا، ولا يستطيع أي أحد يفرق بين تونس والجزائر. علاقة طويلة إلى الأبد هذه، هذه العلاقات يعني نقول لك هذه العلاقات جامح تقدر تنقطع وجامح تقدر تكون فيها توترات، لأن العلاقات بيننا وبين الشعب التونسي كل علاقة شعب واحد، كل علاقة أخوة. كما أنا عندي أنا نسوبية معهم، عندي ما بيرسر ما تونسي، والحمد لله هذاك تونسي يجي عندنا احنا نروح عنده، هذه تدل على العلاقه الطيبه بيننا بين تونس. العلاقه بين الجزائر وتونس اكثر من علاقه عجوره وحدود، هي علاقه اخوه ومحبه، يعني من جميع النواحي، من ناحيه السياسه، من ناحيه الرياضه،
نعتبرهم بخسك بلد واحد. احنا والتوانسة خاوة خاوة متفاهمين. ديجا عندنا جارنا اللي هي رافيد 50 عام تونسي، ها راه خميس راه خميستي كما يقول لك، راه اكثر من خونا، رانا احباب. هي علاقات متجذرة ضاربة في عمق التاريخ، علاقات تاريخية، علاقات اجتماعية لم تفرقنا السنون ولا التغيرات الدولية، ويبقى التونسي والجزائري دائما أشقاء. مشاهدينا الكرام، نتحدث في هذا الجزء عن نتائج المنتدى الدولي للمرأة في طبعته الأولى، الذي عرف مشاركة أزيد من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة وحاملة مشروع. المنتدى الذي نظمتها الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية جاء لمناقشة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في هذا المجال، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تصب في إطار ترقية دورها في المحيط الاقتصادي. لمناقشة هذا المنتدى ونتائج هذا المنتدى، أسعد باستضافة ضيفة من الجارة تونس، السيدة رشيدة جبلول، رئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع بتونس. أهلا بك. صباح النور. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. ربما خلينا نبدأ من التصريحات اللي تابعناها منذ قليل، تصريحات يقشعر لها البدن، يعني علاقة أخوية ربما. كيف هي العلاقة بين الجزائر وتونس في رأيك؟ أنت ساعة شكرا على الدعوة. نعم. والكلام اللي كنا نسمعه فيه تريز موفون، صحيح. الجزائر عندنا تاريخ أمس واليوم وغدوة إن شاء الله. الجزائر كنا أي تونسي إلي أن تونيزيان دو ناسيوناليتي مي أن ألجيريان دو كور. التاريخ اللي صار ما بيناتنا قعد ياسر متمدد، والكونفيرماسيون اللي صارت سيتي لور دو لاساسينا دو شكري بالعيد. سو جور لا سيتي يونيك. علاقات بيناتنا ربما يعني من حضارات سابقه، يعني وليس فقط علاقات الناس تحدثوا عن الاستعمار وتحدثوا عن سابق امس واليوم وغدا، يعني تونس والجزائر منذ زمان جزء لا يتجزأ، لديها خصوصيتها يعني ما تبدلتش، يعني بقات دائما ثابته، الاخت الكبرى والاخت الصغرى الجزائر وتونس، ونتمناو ان تبقى هذه العلاقه. طيب ليش تبقى هكا؟ بقلت ربي ان شاء الله السالافينيتي اللي ما ينجم حتى واحد يبدلها ولا يغيرها ولا تتشري لا بدي زانفستيسور لا بحتى شيء. سا سي اون افينيتي تري بارتيكولير. طيب سيدة رشيدة، ربما نتحدث عن هذه المشاركة، عن هذا المنتدى الدولي في الجزائر، كنت ضيفتنا في الجزائر، منتدى دولي للمرأة في طبعته الأولى بالجزائر، كيف لمستي، كيف كانت المشاركة، كيف ربما رأيت مشاركة المرأة المنتجة، المرأة صاحبة المؤسسات، المرأة المقاولتية في الجزائر؟ سمحني الساعة، أنا نحب نقول السيد رئيس الدولة الجزائرية سيد تبون، حللت أهلا وسهلا في بلادك تونس إن شاء الله، ومرحبا به وبتراب رجلي. ونحن اليوم فرحانين ياسر على هذا اليوم التاريخي، واللي شرفنا واللي زارنا واللي لبنا الدعوة، ورئيسنا زادة معناتها أول خرجة جالة زي وديما أي رئيس أول خرجة جالة زي دونك رحنا كلنا بناتكم والكلكم زادة أنتم بناتنا. ألور نرجع للمنتدى اللي صار لفوروم، ستان فوروم تري بارتيكولي، لمسة بارتيكولي. Et je remercie du fond du cœur Madame Saïda Narza, qui est une femme de grande envergure. Elle a rani minis sraïra, ma taf sen tqadma. Ou zada ma taliya 35 sna milli ana nashta fi l'mujtama' al-madani wa sahibat mu'assa. Ou zada hadart fi jami' al-buldan, fi Japon, fi Sin, fi London, fi barsha buldan. التنسيق والتنظيم اللي صار والمشاركة والبلدان اللي كانت عمري ولا ريتها بالدقة avec le large sourire tout le monde au même pied d'égalité وتنظيم ونظام حسيناه من اللي دخلنا من المطار. طيب
هذا بالنسبة للتنظيم. هذا بالنسبة للتنظيم. تحدث عن مشاركة المرأة الجزائرية، ربما كيف لمستي الذهنية الموجودة لدى المرأة الجزائرية؟ أول مرة حسينا اللي فما امرأة جزائرية اللي تحب معناتها تنتج وتعطي وتقدم، وقلتها ديجا لا فام الجزائريان اي طون مود ديكولاج. طيب وهذه اللي تكون حاجة حلوة برشا ومبادرة هايلة من سيد الرئيس الجزائري كيف كيف. طيب سيدة رشيدة، ربما أنت رئيسة هذا المجلس الدولي للنساء بتونس، نتحدث عن هذا المجلس قليلا، تحدث عن الأدوار اللي أديها بالنسبة للمرأة، كيف يرافق المرأة، مرافقتكم للمرأة من أين تبدأ وأين تنتهي، ما هي فروعكم، ما هي المجالات التي تنشطون فيها؟ شكرا. D'abord, on est apolitique. Si ça ne fait pas, je fais. À but non lucratif. Et notre rôle primordial et primaire, c'est le réseautage. Shabaka. On assiste la femme entrepreneur auprès des institutions, auprès des banques, l'étude de son projet. Aussi, Maranatha, on facilite aussi l'export de son produit. Tout ça fait partie du rôle de la femme entrepreneur et aussi adhérente au Conseil international des femmes entrepreneurs. صارت فيه نحن راه اللي شراكة اتفاقية عملناها مع معناتها الكونفدراسيون اللي كي بريزيدي بار مدام سعيدة نغزة. On a alors signé un partenariat ensemble afin de pouvoir justement contribuer à la bonne marche de la femme algérienne et tunisienne. ربما نتحدث عن الاقتصاد النسوي في الجزائر وفي تونس، ربما التجربة في تونس لديكم، ربما اليوم دور المرأة التونسية في الاقتصاد، يعني من خلال مجلسكم، من خلال ربما هذه المرافقة، كيف ترون هذا الدور، وهل وصلت المرأة التونسية إلى لعب أدوار في الاقتصاد التونسي أم ما زال ربما بعض العمل الذي يجب قيام به؟ الحقيقة وصلت برشا واللي عملت معناتها أشواط كبيرة وقاعدة تساهم معناتها بصفة فعالة. Elle contribue d'une façon directe à l'évolution économique du pays. Mais sur le côté politique ou elle la poste de décision, il reste à faire. Voilà. طيب لدينا في الجزائر ربما الأرقام تختلف، في الجزائر لدينا أكثر من 59 ألف امرأة صاحبة مؤسسة وامرأة في مجال ريادة الأعمال، ربما الاحتكاك بالتجارب الجزائرية بالنسبة لكم كمجلس، ربما ما هي خلينا نقول الخبرات التي نستطيع أن نستفيد فيها من الجانبين، ليس فقط في إطار المجلس والكونفدرالية لكن حتى في إطار التبادلات المباشرة بين النساء المنتجات وصاحبات المؤسسات، يعني هذه فرصة خلينا نقول لتبادل خبرات فيما بينهم. هذا الكل شفناه رانا نحن في معناتها لورد دو فوروم il y a eu beaucoup de contacts, il y a eu beaucoup d'échanges, ونتعلموا برشا من بعضنا راهو على خاطرنا on est complémentaires. C'est vrai que la femme معناتها algérienne elle a été un peu معناتها pas très actif, mais là on voit que tout a changé. Vous avez eu l'opportunité d'avoir ce président qui a été très intelligent, de tendre la main et de miser sur la femme. Parce que la femme, elle reste, en fin de compte, une plateforme et l'assise réelle. ولا. طيب وهذا ربما التوجه اليوم في الدولة الجزائرية بالاهتمام بالمرأة ووضعها في مكانتها الاقتصادية وتقديم كل التسهيلات من أجل أن تسهم في الاقتصاد الوطني. نعود ربما إلى خصوصية الاستثمار في تونس بالنسبة للمرأة التونسية، خلينا نتحدث عن التجربة التونسية لأنه ناقشنا هذا الملتقى والمنتدى وتحدثنا عن الجانب الجزائري، نتحدث عن الجانب التونسي، ربما ما الذي يقدمه مثل هكذا مجلس ومثل هكذا منتديات عالمية للمرأة، وما هي رؤيتكم للمرأة التونسية المنتجة، المرأة حتى المرأة الماكثة في البيت، ربما كيف تستطيع أن تسهم في الاقتصاد التونسي؟ نحن الحقيقة معناتها tout en contribue.
كل معناتها امراه تونسيه تشوفها توا الصغيره والكبيره. وهذا المجلس معناتها نتاعي انا اللي نقطه صغيره راه اما دوبوي لانديبوندونس لا فام تونيزيان ا كونتريبيو ا لا بون مارش كيل سوا معناتها ارتيزان ولا بيلوت ولا ميدسان وما شاء الله اون ا اون بانوبلي de compétences et surtout la plus grande partie de la population elle est féminine et cadre supérieur tous les diplômés aussi il y a entre 70 et 75% féminins donc alors tout ce qui est médecin ingénieur et autres c'est des femmes Et ça, on le voit. D'ordre primaire. On est au-delà, au-devant de la scène. هو الاهتمام ربما بها بالمرأة وإسهامتها في الاقتصاد الوطني التونسي ربما في الأخير نعيد الترحيب بك مرة أخرى في الجزائر شكرا وتوقعاتك اليوم راح تلعبوا مع مصر خويا ما تلجينا معناتها سيد الرئيس ما تتبون خويا انا الحقيقه شخصيا ماذا بيا تربحوا انتم لا لا اليوم مباراتكم مع مصر مع مصر ان شاء الله نربحوا نحن بيان سور اما راهو كاين تونس والا الجزائر الكوب عنا والا عندكم راهو فرد بلاد كيف كيف شكرا جزيلا لك سيدة جبدول على المشاركة في هذا الجزء من البرنامج إذا مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل
نواصل دائما مشاهدينا الكرام الحديث حول نتائج هذا المنتدى الدولي في طبعتها الأولى، منتدى المرأة الدولي في طبعتها الأولى بالجزائر، وأستضيف مرة ثانية ضيفة من الشقيقة الشرقية تونس. معي السيدة نجيبة شروك، وأنت خبيرة محاسبة ومستشارة مالية ونائبة رئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع. أهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة، وأنتم ضيوفنا اليوم وغدا. ربما الزيارة الأولى هي زيارة رقم كم للجزائر؟ أنا زيارة رقم واحد، وما انبهرت بالجزائر وانبهرت بالعاصمة الجزائرية وبالنساء الجزائريات، وما راهو هي زيارة مباشرة، وما احنا رانا الشعب التونسي والشعب الجزائري والمرأة التونسية والمرأة الجزائرية نعرفوا بعضنا برشا، نعرفوا بعضنا بالزيارات الأخوات الجزائريات والإخوان الجزائريين في تونس، وعنا علاقة خاصة معناتها حب متبادل ما بين الشعب التونسي والشعب الجزائري. طيب، وهذا مش خلينا نحكي عن هذه العلاقة الخاصة. ربما لما تحدثي عن علاقة خاصة أول مرة تزوري الجزائر، لكن تحبي الجزائر كما قلتي، وفي علاقة حب بينك وبين النساء الجزائريات، ما السر؟ ما السر؟ السر في هذه العلاقة؟ السر كائن في التقارب بين البلدين، عندهم تاريخ واحد، شاركوا في مع بعضهم في عدة مراحل في التقدم البلدين. عندهم نفس التاريخ، معناتها مروا بنفس المراحل في الحروب، في التقدم، في الاقتصاد، وهذا يدعم معناتها يعني كل شيء يجمعنا، يجمعنا الدين، يجمعنا اللسان، يجمعنا الماضي والحاضر وحتى والعادات، والعادات حتى العادات عندنا برشا عادات متشابهة في كل شيء، يعني العادات شيء. نتحدث عن العادات والتقاليد، نتحدث حتى عن الثقافة، نتحدث حتى عن الأطباق والأكل، وفي كل شيء الملوخية كل شيء. التونسية يعني كل شيء رانا مترابطين فيه. طيب، لمستي ربما كما قلتي انبهرتي بالجزائر، ربما ما هي الأمور اللي خلاتك ربما منبهرة بين قوسين هذا التعبير الذي استخدمتيه، ما وجدتي في الجزائر، كيف وجدتي النساء الجزائريات خلال هذا المنتدى؟ النساء الجزائريات متصفين، وأنا زادة معناتها جلي كونستاتي متخلقات برشا، متفتحات برشا، ويحبوا معناتها التقدم، يحبوا النمو للأفضل، وهذه حاجة راهي باهية برشا، معناتها يحبوا يبنيوا مستقبل جديد. وعاصمة عجبتك العاصمة؟ انبهرت بالعاصمة. انبهرت أكثر ما شدك للعاصمة؟ البارح عدينا يوم كامل سياحة في العاصمة، زرنا أبرز المناطق اللي عجبتك. كلها. طيب، إذن هذه العاصمة والجزائر غنية بتنوعها التضاريسي وتنوعها الثقافي كما قلتي. نتحدث عن هذا المنتدى سيدة نجيبة، ربما هي مشاركتكم كيف كانت من خلال هذا المنتدى؟ ربما شاركتي في إطار هذا المجلس أم شاركتي كامرأة صاحبة مشاريع؟ كيف كانت ربما اللقاءات الأولى مع المرأة الجزائرية في إطار هذا المنتدى؟ عملنا اجتماعات أولية لتحضير المؤتمر. أنا كلفوني بالحديث على سياق تطوير تمويل المؤسسات المنشآت اللي تقوم بها المرأة الجزائرية، على خاطر يقول لك احنا نتعرضوا مشاكل مع البنوك التجارية، ما تقبلش الملفات الباعثات النساء باعثات المشاريع، وهذا يراه معقول ومتفهم، على خاطر البنوك التجارية ما عندهاش سهولة منح القروض، منح القروض يعني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها توخى الضمانات، يعني البنك يبحث عن الضمان، مجبورين باش يطبقوا نسب
دي تو دو ريسك ودي تريك معناتها اللي يجبروهم على شال انترناسيونال يلزم يبدا عندهم دي تو ديكيليبر تري ديتيرميني ولهذا معناتها يبداو يتصعبوا في تمويل المشاريع النسائيه والمشاريع الصغرى والمتوسطه كما قلت وإن كان هذا ربما أمر مبرر عنده ربما تبريراته بالنسبة للبنوك التجارية ما همش مجعولين لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة طيب الحديث الآن هو عن الحلول عن البدائل هو هذه الغاية من المؤتمر باش نقدموا حلول للتشجيع المرأة للخوض في مجال الانتربرونيا الحلول بدينا احنا فيهم في تونس وعطاو نتائج مرضية معنا هو في كل مؤسسة ماذا بيك الأموال الذاتية للمؤسسة تكون أكبر ما يمكن وقد ما المخاطر تبدا كبيرة قد ما الأموال الذاتية لازم تكون أكبر هذاك علاش في تونس مش نفهم الأموال الذاتية يعني المرأة لما تبدأ مشروع يعني إسهامات تحت تكون أكبر من ربما القروض إلى غيره خاطر القروض ديما فيهم نسبة فائضة ونسبة الفائض هذايا عالية بالنسبة في تونس وفي الجزائر عنا تقريب نفس نسبة الفائض للقروض المتوسطة والطويلة المدى وفي بعث مشروع جديد المشروع الجديد وخاصة المرأة اللي مش مستأنسة تبعث مشاريع معناتها تقعد تتلهى باش تخلص البنك أكثر من اللي تتلهى بتنمية المشروع وهذا سعيد هذا يخلي المشروع يبقى في مكانه يبقى سعيد ولكن ما نجحش مثلا ماشك الانطلاقة في الأيام في السنين الأولى راه مشروع يفشل هذاك علاش نسبة فشل المشاريع في الأول تبدأ نسبة قوية واللي ما تتحملهاش البنوك التجارية إيش عملنا؟ يلزم دونك نمولوا المشروع بأموال ذاتية خلق صناديق متخصصة للتمويل بالأموال الذاتية والمشاركة في رأس مال المؤسسة هذايا ثم في تونس عملنا صناديق معناتها حثتهم وزارة المرأة لتنمية المشاريع المرأة في الجهات هذايا أول واحد ثم صناديق لتنمية المشاريع الفلاحية في الجهات هذوما عاونوا برشا بعث المشاريع وشجعوا المرأة لبعث المشاريع وبعد تكميل تمويل المشروع يصير بقروض وما قروض بنسب فائض أقل من النسبة العادية معناتها 5% 6% مش 8 أو 10% حتى في الجزائر اليوم في الجزائر لديها خلينا نقول حتى قروض بدون فوائد يعني عندنا وكالات يعني مثل الأونجام مثل عندنا العديد من الوكالات اللي تمد قروض للمرأة بدون فائدة هذوما اللي نحكي لك عليهم هذا موجود في الجزائر في وزارة المرأة تعطي قروض بدون فائدة وزارة الفلاحة ومع وزارة التشغيل يعطيه قروض بدون فائدة هذا يساعد هذا راح يساعد على استمرارية يساعد هذه المؤسسة وأنها ربما يكون عندها تمويلات تخليها تواصل هذا من بين الحلول أيضا هذا من بين الحلول والحل الثاني يلزم مرافقة البعث خاطر راه تحضير ملف بنكي مش سهل وبنك باش تقبل مشروع يلزم ملف يحامي على روحه يقول راني مشروع ناجح يعني لازم يكون الملف متكامل وهنا ربما في الجزائر نركز كثيرا على التكوين ودراسة فكرة المشروع والجدوى الاقتصادية من المشروع الاقتصادية. يعني حتى أنه لدينا المرأة الماكثة اليوم في البيت لما تحب تطلق مشروع تتقرب من الوكالات الموجودة يعني لدينا العديد من الوكالات الموجودة في هذا الإطار تعطيها تكوين وتدرس معها جدوى هذا المشروع وترافقها من البداية إلى غاية إلى ما لا نهاية يعني المرافقة راح تبقى مرافقة معناتها في مختلف مراحل بعث المشروع وهذا يهم جدا خاطر الأموال وحدها ما تكفيش
يلزم الخبرة في التسيير، الخبرة في التمويل، الخبرة في تعليم العمال. يعني تحتاج إلى مجموعة من الخبرات لما نتحدث ربما عن تسيير مؤسسة، قد تكون المرأة لديها ذلك الحس الاقتصادي وعندها منتوج ربما يقدر يدير تنافس في السوق، لكن تغيب عندها بعض المفاتيح، مثلا إدارة العمال، مثلا التسيير الاقتصادي للمؤسسة. في بعض الأحيان يقول لك صاحبة مؤسسة تقول لك أنا نبيع برك بصح ما على باليش، يعني رأس المال والحسابات الاقتصادية. هذا ما تحتاج المرأة ربما لاستمرار المؤسسة وتطويرها. احنا مثلا في المركز المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع نرافق المرأة من الدراسة وتأسيس المؤسسة وبعد الإنشاء الإداري، الملف الإداري، وبعد نحاولوا كيفاش نسهلوا ترويج المنتوج في الداخل، خاطر احنا عندنا يعني راح يكون عندها تنافسيه، ما تقدرش تنافسيه وبعد للتصدير. وتو ندخلوا للعلاقه بين تونس وما بين الجزائر. احنا بلدان عندنا متكاملين، لوبجيكتيف معناتها الغايه من الشراكه هذه سي لوبتيميزاسيون دي ريسورس، معناتها كيفاش نستغلوا بافضل استغلال الموارد. استغلال الموارد معناتها ما يلزمش نكونوا كونكورنسيال مي كومبليمونتير. يعني وهذه اطار الزياره اللي تندرج لرئيس الجمهوريه اليوم، انه يجب ان تكون العلاقه تكامليه، يعني بين الطرف التونسي والجزائري. هذايا الاوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا له. وعملنا في هذا النطاق مع السيده سعيده نكسة برنامج للتكامل هذا، وبعث مشاريع مشتركة ما بين النساء صاحبة المشاريع في تونس والنساء صاحبة المشاريع في الجزائر. وصححنا اتفاقية ما بين الكونفدرالية المؤسسات الجزائرية وما بين المجلس الدولي للنساء صاحبة المشاريع لتطوير هذه المشاريع وخلق مشاريع جدد. وهذا انا ديجا من توا دينا حضرنا عدد من المشاريع. يعني كاين نتائج ملموسه اليوم. نعم، يعني كاين نتائج من هذه من هذا المنتدى وخرجتوا ربما بتوصيات اتفاقيات، وعندنا مشاريع في الملفات حاضرة تقريبا. يعني هناك أجندة جاهزة اليوم. أجندة حضرناها. طيب نتحدث اليوم ربما عن المجالات التي ما نقولوش يجب لكن تحتاج إلى أن تدخلها المرأة. اليوم نتحدث عن عالم متسارع، اقتصاد رقمي، عن تطور تكنولوجي، عن الرقمنة. يعني هناك مجالات جديدة اليوم وأصبحت مجالات تحقق لنقول أرباح مضمونة، وأصبح اقتصادها مضمون، يعني لا تعول ربما عن سلع لكنها خدمات إلى غيرها. ما مدى الآن دخول المرأة التونسية، وبعدها نتحدث عن الجزائرية، في هذا المجال، في مجال الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد المعرفي، وما الذي ينتظر منها؟ الاقتصاد الرقمي والمعرفي توا رجعت حاجة إجبارية يلزم المرأة تدخل فيها ويلزم تتكون ساعة وبعد تنشط في المجال هذا، وهذا يعاون حتى المرأة اللي ماهيش اللي لاهية بالإنتاج وكل باش ترويج المنتوج نتاعها. وفي النطاق هذا وفي البرنامج ما بين المنطلق من المؤتمر الدولي للنساء الجزائري عملنا اون بلاتفورم، معناتها ثم اون كونسيبسيون دون بلاتفورم نوميريك، معناتها تنمية هذه العلاقات والجمع الساعة الباعثات التونسيات والجزائريات سور لا باز دون بلاتفورم، وبعد نمشي معاهم في تطوير العلاقة وتطوير ترويج المنتوج اكسترا. طيب وما يعني من بين التوصيات اليوم والتفكير انه تكون ربما تبادل تجاري اقتصادي بين المرأة الجزائرية والمرأة التونسية. انت ما دام تحدثتي عن اتفاقيات، عن اتفاقيات اطار، ربما نتحدث عن الرؤية اليوم. الرؤية اليوم انه تصبح الاسواق التونسية ربما
خلينا نقولوا مكان لتسويق المنتوج الجزائري والعكس بالنسبه للمراه في اتفاقيات يعني للشروع للشروع ثم معناتها استثمار الجزائريين في تونس واستثمار تونسيين في الجزائر ما يلزمش نقتصروا على معاملات تجاريه فقط يلزم انتاج وترويج عن فروع ربما اليوم فروع لمؤسسات جزائريه في تونس أكثر والعكس اكثر من فروع يلزم اعطينا نتائج جاي احنا حضرنا الملفات والنتائج جايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حضرنا ملفات استثمار استثمار في الجزائر من طرف تونسيين واستثمار جزائري في تونس وهذه راهو العلاقات تسويق برك يزينا عشنا بهم ديجا توا 20 سنه نحبوا نمروا لمرحله اخرى وراو وقت اللي ثم استثمار ثم علاقه امتن من التجاره أمتن من التجارة وتوا الحق بالقانون الجديد اللي التونسي نجم يستثمر في الجزائر قبل كان يلزم يدخل بنسبة 49% توا تحلت الواحد ينجم فيه تسهيلات يعني فيه تسهيلات جديدة وهذا يشكر طيب عليه تتحدثي أنه الاستثمار لا يقتصر فقط على التجارة ويكون تواجد ربما المؤسسة لا يقتصر على الدور التجاري نتحدث ربما عن الدور الاجتماعي للمؤسسة نتحدث عن المؤسسة المواطنة المجتمعية يعني مؤسسات لما تكون لدينا مؤسسات في تونس أو في الجزائر مؤسسات من الجانبين ربما الأدوار اللي راح تلعبها يعني فيما بعد التجارة يعني أدوار أخرى هو أحسن طريقة لتمتين العلاقة بين الشعبين معناتها ثم اندماج المستثمرين اللي يجيوا باش يستغلوا في الجزائر والتونسيين واندماج الجزائريين في تونس وتوطيد العلاقة بينهم هي ديجا علاقة وطيدة وما تتزاد بالعلاقات الاقتصادية طيب نتحدث عن سهامات المرأة في الاقتصاد اليوم صحيح أن هناك حركية في الجزائر لدينا أكثر من 59 ألف مرأة صاحبة مؤسسة ربما الأمر في تونس مختلف بعض الشيء لكن الهدف واحد اليوم أن تسهم المرأة التونسية أو الجزائرية في الاقتصاد الوطني اليوم كيف تسهم المرأة التونسية في الاقتصاد الوطني هل وصلت إلى الدرجة المأمول منها هل هناك خطط أخرى لربما الإسهام أكثر في الاقتصاد نعرف ما تمر فيه تونس اليوم من أزمة اقتصادية تحتاج تضافر الجميع يعني رجال ونساء نعم تو في الدراسات اللي موجوده في تونس ولا في الجزائر لامبلوي معناتها المراه وقت اللي تبعث مشاريع وتخدم تنجم معناتها تحسن نسبه تشغيل المراه في المجتمع وهذايا يساهم في قصص البطاله تنقيص البطالة وتطوير لو بي بي لو برودوي انتيريور بروت معناتها الناتج المحلي بنسبة مهمة جدا وهذا بدون كلفة زايدة على خاطر ديجا الدولة تحملت كلفة تعليم المرأة وكلفة les stages etc. dommage معناتها de perdre tout ça et laisser la femme à la maison. يعني حتى انه لما تشارك المراه كما قلتي بمؤسسه محليه بمنتوج محلي بماده اوليه لما تشغل طاقات محليه بعمله وطنيه تونسيه يعني هذا راح يكون عنده ديناميكيه اكثر راح يكون عنده جدوى اقتصاديه اكبر وراح يخلينا ربما نتخلصوا من العديد من المشاكل الاقتصاديه. وتطور معناتها تنقيص نسبة البطالة بالنسبة للمرأة وتساهم في تطوير زاد تنقيص نسبة البطالة من ناحية في بين الرجال خاطر مشروع راهو يخدم هذوما اللي نحكيو عليهم المشاريع الصغرى والمتوسطة يمشيو يعملوا خلق مشاريع من 5 5 امبلوا ا 200 امبلوا بار انتربريز من 5 عمال الى 100 من 5 عمال الى 200 عامل في مؤسسه واحده
وعندنا وهي راهي رغبه المشروع وقت يتطور. الصعيب هو البدايه وبعد ان فوا سور لي غايت لو ديفلوبمون ديفيان بلو فاسيل. طيب ربما تصورك للمستقبل العلاقات الثنائيه بين الباعثات كما تسمونهم في تونس وبين صاحبات المشاريع والحاملات للمشاريع في الجزائر، المرحله المقبله من التعاون ربما كيف يجب ان تكون؟ ما هو تصوركم لاليه التعاون الذي ربما سيزدهر مستقبلا؟ احنا بدينا توا بال نحبوا شراكه بين المرأة صاحبة الأعمال في تونس ومرأة صاحبة الأعمال في الجزائر. وهذا بالنسبة لي أنا راه حاجة سهلة على خاطر تمك التقارب الطبيعي بين المرأة الجزائرية والمرأة التونسية ويتفاهموا أكثر من يعني فيه توافق. فيه توافق نعم. وهذا أساس البناء معناتها التوافق. وثم السوق زادة اللي تكبر معناتها السوق التونسية توا عنا احنا 11 مليون نسمة وانتم 44 سيسا معناتها ترجع 55 مليون نسمة. هذا هو التكامل يعني هذا التكامل. وعنا برنامج زادة الانفتاح على البلدان الإفريقية في نطاق المجلس الدولي للنساء صاحبة المشاريع. عنا انفتاح مع كل بلدان الإفريقية، عنا تقريب 5 فروع. طيب نتحدث أيضا عن دور مهم ومهم جدا في الاقتصاد الوطني هنا في الجزائر أو في تونس. المرأة الماكثة في البيت تسهم في الاقتصاد، يعني عندها مساهماتها في الاقتصاد، لكن هذه المرأة تحتاج إلى نوع من المرافقة، يعني خلينا نقول مرافقة خاصة. يعني المرأة الماكثة سيما لما نتحدث عن المرأة الريفية، المرأة التي لديها تلك الإنتاج خلينا نقول التقليدي، يعني كيف نبدأ في عملية مرافقتها إلى غاية أنه يصبح لديها مشاريع، لأنه لديها جدوى اقتصادية كبيرة، جدوى سياحية، جدوى تنموية في هذه المنتجات لما نتحدث عن المرأة الريفية. هذا هام جدا على خاطر حتى لو كان هي ما دخلتش المكتب وما مشيتش للجامعة وما عندهاش، راهو المرأة خاصة المرأة الريفية عندها كوموتريس دو فات معناتها هي تنتج وما تنتج محليا. هذاك علاش قلت لك راهو هذوما لي بلاتفورم ديجيتال هذوما اللي باش نعملوهم تاخذ بعين الاعتبار المنتوج هذا اللي يبدا عادة ذو مستوى يسمح ولا نطوروه باش تنجم تكون عنده الكوميرسياليزاسيون. وهذا امر مهم، يعني في بعض الاحيان هنا في الجزائر الامر المعمول به انه المراه الماكثه اليوم في البيت او حتى المراه الريفيه اليوم يتم تقديم لها دورات من اجل في ذلك التخصص، يعني في اي تخصص من اجل تطوير منتوجها، من اجل انه تكون هناك نوعيه وجوده اكبر للمنتوج للتنافسيه في السوق المحلي وحتى في الاسواق الخارجيه. يعني المنتوجات للمراه الريفيه تصل الى حتى خارج الوطن. خارج الوطن وتوا اسهل بالكوميرس الكتروني، التسويق الالكتروني ربما هو فتح ابواب جديده للمنتجات. تقعد هي تخدم في الجهه نتاعها وثم شكون يمكنها من التسويق حتى في كل بلدان العالم. وهذا ربما أمر مهم ويرجع أيضا ربما الممثليات الدبلوماسية في تسويق حتى هذا المنتوج ربما في السفارات. حتى بدون تمثيليات في الكوميرس الإلكترونيك التسويق الإلكتروني لديه دور. دوره أنه يعني المنتوج يصل إلى مختلف أنحاء العالم. من الفائدة واحد يعتني بجودة المنتوج وهذا زاد فيه برامج لتحسين الجودة. ذاك علاش قلت لك ما بين الاوبجيكتيف نتاعنا هو تعليم المراه
أسس جودة المنتوج. يعني الاستثمار الأول الذي يجب أن يكون اليوم لدى المرأة أو حتى لدى الرجل هو الاستثمار في جودة المنتوج، في جودة يعني المنتوج. المنتوج الجيد يدير تنافسية في السوق وهو معيار نجاحه. نعم. تبقى فقط في بعض الأحيان بعض الظروف، هذه الظروف المرافقة ثم صناديق تمول مكاتب لتكوين المستثمرين والمستثمرات في مجال تحسين الجودة. وزاد كيف كما البعث المشروع يعطيوه نسب مشاركة ولا قروض بدون فائض، هذوما يعملوا تمويل الدراسات، كسوا دراسات الاقتصادية أو تحسين الجودة. طيب ربما في الأخير نتحدث رسالتك للمرأة الجزائرية والمرأة التونسية. أنت تحدثتي ما لمستيه اليوم من اهتمام بالمرأة الجزائرية وحتى اهتمام بدخول هذا المجال، مجال ريادة الأعمال. المرأة أصبحت لديها فكر خارج الإطار إن صح القول، مبقاتش فقط المرأة يعني تدير دراسات وتتخرج وتنتظر الوظيفة، أصبحت تساهم، يعني أصبحت تنافس الرجل في مجالات ربما المؤسسات والمشاريع إلى غير ذلك. والله هو مش منافسة، تكامل تكامل. وما لا نبخون با لا بلاس دو لوتر، وما ثم احنا لاحظنا في المجتمع التونسي والمجتمع الجزائري اللي مثلا في التوظيف المرأة تاخذ الشهادات الجامعية وتخدم معناتها بالكدا، وقت اللي توصل المستوى الاعلى سي توجو لام كي بران لي بلاس دو ديريكسيون، معناتها نتاع رئاسة المؤسسات. توا نشجعوا باش المرأة زادة كيف توصل باش تاخذ مناصب صنع القرار، مناصب صنع القرار. اكزاكتومون. هذا من بين التوصيات وبدينا احنا في تونس مثلا بارمي لي بروجي اللي جبناهم احنا، ماذا بينا ما بين تونس والجزائر تمويل هالمشاريع النسائيه. احنا في تونس عندنا صندوق الودائع والضمانات اللي ترأسه مرأة، وماذا بينا يحدثوا ليكيفالون في الجزائر، ترأسه مرأة بيان سيغ ولا راجل ما يهمناش، وما هما اللي باش يشاركوا في تمويل المؤسسات هذوما، ويكون زادا كيف بنسب معقولة وتشجع الخلق المشاريع. طيب تبقى دائما هذا المنتدى ربما هو فرصة للاحتكاك بين المرأة الجزائرية ونظرتها التونسية وتبادل الخبرات كما قلت ومد جسور الاتفاق والتكامل مع الجانب التونسي والجزائري. أشكرك جزيل الشكر السيدة نجية شوك، أنت خبيرة ومحاسبة ومستشارة مالية ونائبة رئيس المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، شكرا لك وحللتي أهلا وطأتي سهلا بالجزائر مرة ثانية. شكرا عايشك، وشكرا لكم، وشكرا للجزائر والشعب الجزائري والرئيس سيد تبون الجزائري. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام نواصل بقية نقاشاتنا وفقراتنا بعد هذا الفاصل.
دائما متواصلون في خدمتكم مشاهدينا الكرام وتقديم بقية فقراتنا ونقاشاتنا لهذا صباح لنهار اليوم، ونذكر بالحدث لنهار اليوم، حيث وبدعوة من أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية تونس الشقيقة تدوم يومين ابتداء من اليوم الأربعاء. الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجدرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما. كان هذا مشاهدينا الكرام جانب من بيان رئاسة الجمهورية حول الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية اليوم، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجارة تونس، وستكون لنا تغطية خلال هذا الصباح لهذه الزيارة بمختلف المواضيع والجوانب. قبل ذلك نمر إلى غرفة الأخبار ونشرة العاشرة صباحا ونعود بعدها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العشرة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية وبدعوة من أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرع في زيارة دولة إلى جمهورية تونس الشقيقة تدوم يومين ابتداء من اليوم الأربعاء. وتندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجدرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما. زيارة تترجم الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولي الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد مقاليد السلطة في البلدين. العلاقات الجزائرية التونسية في هذه الورقة لأحمد أمين دريدي. الجزائر أو تونس، بل الجزائر وتونس لا فرق، فالبلدان والشعبان تجمعهما منذ أمد بعيد وشائج الأخوة وعرى الصداقة ووحدة التاريخ والمصير، ولك أن تلمس ذلك عيانا عند الجزائريين وعند التونسيين. أنا أعتقد بأنه تونس بلد شقيق وبلد جار، وفي نفس الوقت مجالات مختلفة ومرتبطة ومتشابكة جعلت الشعبين يعني دائما في تضامن وفي تكافل مشترك، وبالتالي نفس المصير، نفس الوحدة، نفس القيم، نفس العادات، نفس الثقافات. جزائر تونس أولا جوار، الجزائر تونس أيضا تاريخ، الكل يتذكر ما هو راسخ طبعا في الذاكرة الجمعية بالنسبة للشعبين الجزائر التونسي أحداث سقي سيدي يوسف، وبالتالي ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا خصوصا في هذه الظروف. الأخت الكبرى إخواتنا الجزائريين، راهو نحكيو كيف كيف، احنا نقولوا نهدروا، نحكيو كيف كيف، نتكلموا كيف كيف، طبيعنا كيف كيف، أصلنا هو واحد. جزائر برشا حاجات، جزائر بلد النضال، كل شيء، بلد عربي وإسلامي وخيالنا، وكما نحن نمشي وهم يفرحوا بينا، عندهم الكرم برشا توانسة جاءوا في حالات استثنائية ولقاوا الجزائرية وقفوا معاهم، مش هم غدارين، مش هم انتهازيين، مش هم استغلاليين، يفرحوا بالضيف، عندهم الرجلة. هذه اللحمة بين الشعبين رسخها التوافق على أعلى مستوى بين قيادتي البلدين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، اللذين كانا دائما عند تطلعات شعبيهما. اتفقنا على أساس تكون فيه زيارة، زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام، حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين
احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس. نحن شعب واحد، تاريخنا واحد، ومستقبلنا واحد، ولا أشك لحظة واحدة بأننا سنحقق أمال أجدادنا وأحلام شبابنا. أننا جسد واحد بل بنيان مرصوص. العلاقات بين الجزائر وتونس لم تتوقف عند مجرد تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، بل تعدت ذلك إلى التنسيق والتعاون الدائمين بين البلدين الجارين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ناهيك عن تضامن الجزائر ودعمها الدائم للشقيقة تونس عند كل المحطات وفي كل الظروف. إرادة سياسية ترجمت على أرض الواقع وتجسدت في مشاريع حيوية تجمع الجزائر وتونس اليوم في مجالات متنوعة كالطاقة والصناعة والتعليم العالي والتكوين والثقافة. أما عن المبادلات التجارية فالأرقام تتحدث عن مستقبل واعد لأفق شراكة استراتيجية حقيقية. تعتبر تونس ثاني شريك إفريقي اقتصادي للجزائر على مستوى إفريقيا. بلغ حجم المبادلة التجارية بين البلدين لسنة 2020 مليار و259 مليون دولار أمريكي، وسيتعزز إن شاء الله هذه المبادلات تتعزز عند دخول منطقة التجارة الإفريقية زليكاف. إن ما يربط الجزائر وتونس أسمى من أن يحصر في شراكة أو تعاون أو تنسيق أو جيرة، فالشعبان اللذان التأما على دحر المستعمر والتحرر من ربقته أبت الدماء التي امتزجت ذات يوم بالساقية، إلا أن تزيد الشعبين تراصا وأخوة وتضامنا. ما يجمع الجزائر وتونس لا ينحصر فقط في أواصر التضامن والتآخي بين البلدين والشعبين، بل يمتد إلى التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة. التفاصيل في تقرير رامي عامر. تونس دولة حرة. هذا موقف الجزائر الثابت ثبات التاريخ والمواقف المشتركة التي تجمع الجزائر بتونس. وانطلاقا من أن الاستقرار حصن منيع في وجه كل يد خارجية تسعى لتهديد مستقبل المنطقة ومصير الأجيال الذي استمات من أجله الأجداد، هنا وفي المناطق المتاخمة للحدود الرابطة بين البلدين يتجلى المسعى المشترك للتنمية المحلية، ترقية للعيش الكريم للساكنة التي امتزج دمها بالأمس ويجمعها اليوم تعايش وتبادل تجاري يكمل بعضها الآخر. فما أشبه اليوم بالأمس إذ تقف الجزائر إلى جانب تونس بقوافل الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا في أسمى صور للتضامن والتكافل بين البلدين الشقيقين، أسوة بقوافل السلاح الداعمة لثورة الجزائر المضفرة. مهم دي هدد تونس أمنيا رانا هنا. بينهم كثافة في التعامل، يعني الشيء اللي تخلي جيران مثاليين بالنسبة لنا تونس والجزائر بالنسبة لهم. جيران مثاليان يتبنان مقاربة استراتيجية أمنية ترمي إلى اجتثاث الإرهاب المقيت والحد من الجريمة المنظمة في إطار شراكة استراتيجية وتنسيق أمني صلب متعدد الأصعدة، حفاظا على مكاسب الشعبين الشقيقين والأمال التي يحملانهما. عين ثاقبة إذن تحمي ظهر كل جار، وتبادل معلوماتي مستمر ألقى بظلاله على الوضع الإقليمي، حيث الاستقرار على الحدود بين الجزائر وتونس. في التعاون الطاقوي وقع مجمع سوناطراك ومجمع إينيا الإيطالي أمس وقعا عقدا في مجال المحروقات بحجم استثمار يقدر بمليار وأربعمائة مليون دولار، إلى جانب اتفاقية استراتيجية في ميدان الانتقال الطاقوي. وتم التوقيع على الوثيقتين من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار والمدير التنفيذي لشركة إينيا كلاو ديو ديسكالزي
وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وسفير إيطاليا لدى الجزائر جيوفاني بوجيزي. عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للنهوض بالمجمعات الصناعية الكبرى، تعكف ولاية سيدي بلعباس على إشراك المؤسسة الجامعية في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهذا من خلال توفير أرضية تكنولوجية صناعية تجسد التكامل بين الجهود الأكاديمية والصناعية. وفي هذا السياق أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر عبد الباقي بن زيان على أهمية الربط بين عملية التكوين والبحث وعالم المؤسسات الصناعية والاقتصادية، كما تم بالمناسبة الإمضاء والتوقيع على اتفاقية مع المتعاملين الاقتصاديين لتسهيل وتسريع عملية إدماج الطلبة في سوق الشغل. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت أمس 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 183 مريضا للشفاء، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، في الشأن الصحراوي، وبعد 3 أيام من الأشغال اختتمت فعاليات المؤتمر 9 لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أشرف على افتتاحه إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية بمشاركة مندوبي المؤسسات الوطنية الصحراوية والاتحادات المهنية الصحراوية بما يفوق 400 مندوب ووفود من دول شقيقة وصديقة، وهذا تحت شعار عمل، تضحية، وفاء لاستكمال التحرير والبناء. التفاصيل في سياق تقرير عبد الكريم مغرب. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تطورات سياسية إقليمية ودولية جد دقيقة ومكاسب عديدة حققتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة وهذا الإرهاب المكشوف، لا يستقيم إطلاقاً الحديث عن أي عملية سلام، ولا يمكن مطالبة جبهة البوليساريو بأي تعاون بهذا الشأن ما لم يتم وضع حد لهذا التعنت والاستهتار من طرف دولة الاحتلال المغربي. سلام والتحيات، النضال والتضامن للعاملات والعمال الأفارقة، ويقولون لكم لستم وحدكم. لنكون شاهدين على استمرار نضالكم وكفاحكم كطبقة شغيلة إلى جانب مجاهدكم ومقاتلكم ضد الاحتلال المغربي الغاشم، ومعبرين على مساندة العمال الجزائريين في هذا النضال وتقديرنا لتضحيات شعبكم العظيم من أجل استرجاع الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. كان حضورنا اليوم يمثل شريان دعم ومساندة للقضية الصحراوية بالخصوص. واستقبل المؤتمر الذي دام 3 أيام وفودا من دول شقيقة وصديقة جاءت لتجدد مساندتها وتضامنها ودعمها المتواصل لقضية الشعب الصحراوي العادلة. في الملف الأوكراني، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسكه بالمفاوضات الفورية مع واشنطن وحلف الناتو لكبح جماح تقدم هذا الأخير نحو روسيا، متهما كييف بنشر قوات عسكرية ومنظومات أسلحة على أراضيها بمنطقة دونباس، وهو الأمر الذي تعتبره موسكو تهديدا مباشرا لها. هذا وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزي قد حث الحكومة الألمانية الجديدة على تغيير موقفها تجاه روسيا، داعيا برلين إلى دعم كييف والدفاع عنها، فيما كانت واشنطن ومجموعة السبعة قد حذرت في وقت سابق فرض إجراءات صارمة في حال إقدام موسكو على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.
في مستجداتها المتحورة الجديدة أوميكرون، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحورة أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة في معظم دول العالم حتى وإن لم يتم رصده. وحذر المدير العام للمنظمة من الاكتفاء باللقاحات داعيا إلى استخدام كل الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد 19. هذا وقد أغلقت هولندا المدارس الابتدائية لمواجهة تفشي الفيروس، فيما صوت البرلمان البريطاني على فرض قيود جديدة بسبب انتشار الفيروس كالاستخدام الإجباري للأقنعة والتصريح الصحي والتطعيم الإجباري للعاملين في قطاع الصحة. رياضة الآن. وفي كرة القدم، وتحسبا للدور نصف النهائي من كأس العرب فيفا قطر 2021، أنهى أمس المنتخب الوطني للاعبين المحليين تحضيراته تحسبا لمباراته أمام مستضيف البطولة منتخب قطر اليوم الأربعاء بملعب الثمامة. وفي خرجته الإعلامية أكد الناخب الوطني مجيد بوغرة جاهزية جميع اللاعبين لهذه المباراة. تفاصيل أوفى مع بلال البناري. المشهد قبل الختام لمحاربي الصحراء في مونديال العرب، سيكون ملعب الثمامة مسرحا له أمام مستضيف البطولة المنتخب القطري والرهان النهائي الكبير. محاربو الصحراء وبعد أن قضوا مخالب الأسود في الدور الماضي يسعون لتكرار الملحمة وإزاحة البلد المنظم من طريق البحث عن كأس البطولة، والمهمة لن تكون سهلة كسابقاتها على أشبال المدرب مجيد بوغرة الذي أكد في خرجته الإعلامية عشية المباراة بأن الكل جاهز لمواصلة المشوار من دون خطأ، بما فيهم المهاجم بغداد بونجاح العائد من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة. مباراة الجزائر قطر أوراقها مكشوفة للطرفين، ما يجعل حقيقة الميدان أهم شيء للأنصار والمتابعين، فكل يتغنى بأسماء تشكيلته وتشكيلة المحاربين التي لبست ثوب التتويجات منذ الكان الأخير. لا يهمها المنافس الذي تواجهه بقدر ما يهمها أداؤها الذي لا يجب أن يخلو من الحرارة والجرينطة العالية لفرض منطقها ومواصلة الطريق نحو القمة العربية. محطة وحيدة تفصلنا عن النهائي الحلم أمام منافس مختلف عن سابقيه من حيث طريقة لعبه، وهو الآخر لا يريد تفويت حلم لعب النهائي أمام جمهوره. لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ومنطق الميدان هو الفيصل لمعادلة الأخضر والعنابي. بالتوفيق للخضر في هذه المقابلة لهذا المساء. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبقى دائما مع زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية تونس في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكاملها. التقرير التالي يتوقف عند مشاريع التنموية التي أثمرها التعاون الثنائي بين البلدين. التقرير من توقيع الزميل حسان مطاطلة، ثم نواصل. مرصع بدماء الشهداء، شواهد تاريخية أبرزها على الإطلاق مجازر ساقية سيدي يوسف أين امتزجت الدماء. فالتاريخ المشترك أعطى لابنة قوية لتعاون مشترك من أجل تنمية مستدامة لهذه المناطق الحدودية. تعاون بطموحات أكبر، خاصة في ظل إرادة سياسية قوية، وهو ما يؤشر على مشاريع اقتصادية واجتماعية مشتركة.
في مشاريع أخرى ممكن في تبادل مشترك آخر في على الأفاق إن شاء الله فيها في اتفاقيات ممكن تكون بين البلدين فيما يخص خاصة سوق مشترك بين البلدين حتى نسهل العمليات وتبادل التجاري بين البلدين. عوامل التكامل الاقتصادي لهذه المناطق متعددة ومتوفرة، بالإضافة إلى البنى التحتية المنجزة تشهد بلدية سيدي فرج الحدودية إنشاء منطقة نشاط، وهو عامل مهم لتحقيق الإنعاش الاقتصادي لهذه المناطق. مشروع ذو أهمية كبيرة على يتربع على مساحة 20 هكتار، والحمد لله تم الإنجاز في ظرف وجيز. إرادة سياسية مستمدة من إرادة الشعوب من أجل غد أفضل. من أجل غد أفضل. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن الإرادة التنموية المشتركة والتعاون المشترك بين البلدين تنضم إلي مرة أخرى من المنطقة الصناعية ببلدية سيدي فرج الحدودية بولاية سيدي سوغه راس الزميلة ابتسام جاوي، التي ستوافينا ربما بمزيد من التفاصيل حول هذا الاهتمام والتعاون المشترك على الحدود الجزائرية التونسية. صباح الخير ابتسام، أهلا بك مرة ثانية وبضيفك. صباح الخير أسامة، صباح الجزائر من المنطقة الصناعية الجديدة أو منطقة نشاط صناعية الجديدة بسيدي فرج. سيدي فرج بلدية حدودية تقع على بعد 4 كيلومترات عن الجمهورية، عن الحدود الجزائرية التونسية، ويسعدني أن أستقبل السيد والي ولاية سوغه راس السيد بوزغزا الوناس. سيدي صباح الخير، والجزائر تستعد لافتتاح هذه منطقة النشاط الصناعي على مستوى هذه المنطقة الحدودية التي تم إنجازها من أجل تطوير المنطقة الحدودية، وأيضا في إطار أيضا اتفاقيات ساقط سيدي يوسف المبرمة بين الجزائر وتونس. علاقات تاريخية تمتد إلى 1000 سنين، وهي قيد التطوير والتقوية، خاصة مع زيارة سيد رئيس الجمهورية اليوم إلى الجمهورية التونسية، أليس كذلك؟ شكرا سيداتي، شكرا للمستمعين الكرام. طبعا على كل حال كما تفضلتي، اليوم احنا في المنطقة الحدودية بلدية سيدي فرج، ولاية سوغه راس هي ولاية حدودية تجمعنا مع الجمهورية التونسية 5 بلديات. طبعا هذه البلديات منها بلدية حدادة واللي هي تقريبا على مقربة من ساقية، واللي كانت فيها أحداث تاريخية تجمعنا مع الأشقاء التونسيين، اللي امتزجت فيها الدماء الجزائريين والدماء التونسيين والدفاع على كما نقول الوطن الكريم. طبعا على كل حال هذه العلاقات التاريخيه امتدت تتواصل بين الشعبين الشقيقين، وخاصه على مستوى قيادتي البلدين، والتي تعمل دائما على تطوير وتحسين هذه العلاقه في اطار ارتقائها والارتقاء الى مستوى من قلت تطلعات الشعبين الشقيقين. وهذا ما لاحظناه في تجسيد عده مشاريع وبرامج تنمويه بين كما نقول الجمهوريه الجزائريه والجمهوريه التونسيه، ومن خلالها هذه ومنها هذه المنطقه النشاطات، وفيها مشاريع اخرى. طبعا على كل حال كان عده لقاءات جمعتنا مع الاشقاء التونسيين، خاصه فيما يخص احياء هذه الذكرى تاع ساقية، وكان من خلالها تكون علاقات تعاون بين البلدين، ومنها تحسين ظروف معيشة المواطنين على مستوى الشريط الحدودي اللي يمتد أكثر من 100 كيلومتر يعني على مستوى ولاية سوغه راس لوحدها. وهذا طبعا كانت فيها تجسيد عدة مشاريع تنموية، وخاصة التكفل بتحسين ظروف معيشة المواطن من ماء صالحة للشرب، من تعبئة الطرقات، من كهرباء، من غاز وغيرها. وأول شيء اللي انطلقنا به هو تهيئة معابر رئيسية، هذا المعبر الرئيسي المعروف بمنطقة الحدادة اللي تم تهيئته وتم ربطه مع طريق مزدوج، يعني طريق 81 على مسافة أكثر من 45 كيلومتر، وفيه طريق آخر هو طريق رقم 20 تربط مع معبر آخر هو على مستوى طريق رقم 20 بمنطقة الفويض بلدية ولد مومن. وهذا كله في إطار كما نقول تسهيل علاقة التواصل وتسهيل أيضا حركة المرور. وهذا ما لاحظناه حتى في ما يخص المبادلة التجارية التي ارتفعت رغم كما نقول كوفيد 19، ولكن نقول باللي اليوم
الحمد لله اليوم المصدرين الجزائري ولا التونسيين في هذه العلاقة تواصل اللي خلى هذا تحسين هذا المعابر هذه أدت إلى رفع كما أقول علاقات التبادل. في نفس الإطار احنا نقول دائما تحسين ظروف المعيشة ما بقاش تقتصر على الجمهورية الجزائرية، لأن فيها عوامل مشتركة تاريخية تربطنا مع الجمهورية التونسية، وخاصة كما قلت في الشريط الحدودي لأن فيه نقول امتداد عائلات، فيه مصاهرة، فيه كما نقول تقريبا نفس الطبوع نفس التقاليد، خلى كما نقول التكفل التنموي راه تقريبا مشترك. مثال نعطي الغاز الطبيعي، احنا اليوم وصلنا كما نقول تقريبا كل الشريط الحدودي تم التكفل به تقريبا 100%، وكان مش عارف طور الانجاز على مستوى الجمهورية التونسية على مستوى ولاية الكاف مستوى الجزائر، وفيها كما نقول تزويد المنطقة تاع الكاف وخاصة منطقة السياب بالغاز الطبيعي. ماهوش ممكن نقولوا حسن الجوار ما يبقاش يعني مجرد شعارات فقط، ولكن راهي تتجسد ميدانية، تتجسد في إطار تنموي، واللي خلى هذه العلاقات متواصلة. في الحقيقة نقول هذا الروابط اللي تربطنا مع الأشقاء ماهيش وليدة اليوم، أصبحت تقريبا علاقة تلقائية بين الشعبين، والحمد لله نقول اليوم هذا العام اللي أعطى الثمار تاعو، وإن شاء الله كما نقول العلاقة زدت تتواصل أكثر، وخاصة مع زيارة السيد الرئيس إلى الجمهورية التونسية، إن شاء الله هذه العلاقات راح تأخذ أبعاد أخرى في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي. ونحن نتكلم عن المجال الاقتصادي وعلى التعاون في إطار المجال الاقتصادي، احنا على مستوى منطقة صناعية تظهر أو تبين عن إخلاص الجزائر لمبادئها في علاقات حسن الجوار والأخوة مع تونس الشقيقة. يسعدني أن يكون ضيفي أيضا السيد ربعي حسن، وهو رئيس الغرفة الصناعية لسوق هراس، مكسب كبير هذه المنطقة، منطقة نشاط الصناعي على مستوى المنطقة الحدودية لسيدي فرج، ليس فقط للمستثمرين الجزائريين اللي ينتظروا أن يجيوا لهنا، لكن أيضا للمستثمرين التوانسة. السيد ربعي صباح الخير. صباح الخير، شكرا على أولا مرحبا بك في الزيارة هذه. احنا مباشرة أنا نتفائل خير في زيارة سيد رئيس الجمهورية إلى تونس الشقيقة. الهدف نرجو يعني في هذه الزيارة نتفائل خير، ونتفائل خاصة دفع العلاقات الاقتصادية بنا وبين المتعاملين الاقتصاديين التوانسة اللي تربطنا معهم علاقة متينة وجد متطورة. إن شاء الله بعد هذه الزيارة مباشرة إذا فتحت الحدود واختنا الكوفيد اللي راهو شكل فهمتي شوية صعوبة، لكن التبادلات هي راهي مستمرة. هناك اتفاقيات أمضيتموها كمستثمرين اقتصاديين بسوق هراس مع المستثمرين على مستوى الجمهورية التونسية، أعطيني معلومات على هذا الاستثمار وماذا ستسمح مجهودات الدولة الجزائرية بإحداث يعني مناطق نشاط مثل هذه بإحداث كصناعات أو كنشاط اقتصادي وصناعي من تمتين العلاقة والتجارية والتبادلية والصناعية. شكرا لابتسامة بجاوي ولضيفيها من ولاية سوق هراس الحدودية، والحديث عن هذه المنطقة الصناعية التي ستدخل حيز الخدمة قريبا على الجانب الجزائري. إذن مشاهدينا الكرام في هذا الجزء سنتوقف عند العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس. هي ليست مجرد علاقات ثنائية مبنية على أساس الجوار فقط، بل تتعدى لتكون علاقة أبناء الشعب الواحد والبلد الواحد الذين امتزجت دماؤهم، علاقات استثنائية تجمع أبناء البلدين لم تتأثر بأي تقلبات سياسية أو دولية أو إقليمية. سنتحدث عن العلاقات التاريخية بين الجزائر وتونس خلال مختلف الحقب من الاستعمار إلى غاية استقلال البلدين، وذلك مع الدكتور الحاج صدوق أستاذ في التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر الاثنين. أهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك أستاذ. إذن هي علاقات استثنائية تطبعها حسن الجيرة، يجمعنا أكثر من رابط اللسان والإسلام والعادات والتقاليد. لما نبدأ ربما في استعراض العلاقات، العلاقات بين البلدين كانت من قرطاج إلى نوميديا وصولا إلى الفتوحات الإسلامية والدولة العثمانية، ربما العلاقات في تلك الفترة طبعها طابع واحد، هي أخوة وترابط. لما جاء الاستعمار الفرنسي أول ما حاول ربما القيام به هو ضرب هذه اللحمة، ضرب هذا الرابط بين الشعبين الجزائري والتونسي. نتحدث عن أبرز الأعمال اللي قام بها الاستعمار من أجل ربما تفتيت تلك اللحمة. شكرا.
وبالنسبة للاستعمار الفرنسي دخول المنطقة كان هدفه هو السيطرة الشاملة على كل منطقة المغرب العربي بما فيها الجزائر وتونس، وحتى يقضي على هذا الروابط الأخوية والإنسانية ما بين الشعبين لجأ مباشرة إلى محاولة القضاء على الهوية من بينها الدين الإسلامي، اللغة العربية، وكذلك العادات والتقاليد. فلهذا يعني هذه الإجراءات ممكن أنها كلها بأت بالفشل نتيجة لبقاء الشعبين متمسكين بهذه المبادئ التي لا يمكن لداخل أجنبي أن صح القول ينزع هذه المبادئ التي غرست في المجتمع سواء الجزائري أو التونسي منذ القديم. ما نقدرش نقول مجتمع جزائري وتونسي، أو نقول مجتمع واحد، مجتمع واحد، مجتمع أخوي كما سبق وأن تكلمت أنت، أن العلاقات ماشي فقط علاقات جوار، علاقات أخوة، بلد واحد وشعب واحد. فلذلك يعني هذا الاستعمار الفرنسي عندما أراد أن يقضي على هذه المبادئ التي تمسك بها الشعبين، الحل الوحيد هو هذا المبدأ الهوية، مبدأ الدين، ومبدأ اللغة العربية. فهنا كان فيه تقريبا تعاون مشترك جدي، حتى نقول أنه تعاون واحد. فمعظم مثلا زعماء الحركة الوطنية في الجزائر أو الذين فجروا الثورة كان لهم رحاب في جامع الزيتونة. وبالتالي يعني عندما الاستعمار الفرنسي أراد أن يقضي على هذه الهوية، فقابله ازدياد المجتمع الجزائري وعلماء الجزائر بأن يتزودوا أكثر بهذا المبادئ، يتعلقوا أكثر بالدين الإسلامي، ومدام أنهم حاصرين في الجزائر فكانت عندهم وجهة وهو رحاب جامع الزيتونة لأخذ مبادئ والعلوم الإسلامية في هذا نصح القول هذا الحاضرة التاريخية أو هذا الحاضرة الثقافية. طيب قبل أن نتحدث عن الجانب الحضاري والجانب الثقافي والجانب الإسلامي ودوره في التحرر لدى البلدين، طبيعة العلاقات في تلك الفترة، أنت تحدثت عنه أنه هناك إرهاصات، كانت هناك محاولات لتفتيت هذه العلاقة ولتجريد الشعبين من خلينا نقول مصادر هويتهم أو من رموز الهوية بالدين واللسان إلى غيرها، لكن كان هناك رد أعنف يعني من بين الشعب الجزائري والشعب التونسي، تعلق أكبر بالأرض، باللسان، خلينا نقول بالإسلام وبالعروبة. نتحدث ربما في الفترة الاستعمارية أهم المحطات التي كانت علامة واضحة وفارقة وبينت وبرهنت على العلاقة المتينة بين الشعبين. شكرا. يعني ممكن نقول أننا نبدأ في فترة الخمسينيات، فنحن الثورة في الجزائر اندلعت في 1954، وبذلك أنها تأثرت بالثورة التي كانت عند جيراننا الأخوان في تونس اللي كانت في أواخر 1953، يعني أن هنا فرنسا أو فرنسا أصبح عندها موش نصح القول منطقة واحدة نضت فيها ثورة 53 و 54. هذا من جهة ثانية فرنسا ناورت على أن تجعل حد لهذا نصح القول هذا التزاوج هذا ما بين تونس والجزائر، فسارعت في البداية إلى النقاش مع تونس حتى تبصل أو نصح القول تمنح لها الاستقلال الذاتي وفقط تبقى متمسكة بالجزائر، لأن أنا ضابط فرنسي يقول لابد أن نطلق العلان للمغرب وتونس عسانا أن نمسك الجزائر. ربما هذا خطأ اخترفت السلطات الفرنسية آنذاك. وسنتحدث عن الدور التونسي في الثورة الجزائرية بعد تحرر الطرف التونسي، لكن استسمحك أستاذ صدوق إلى أم بلواقي الآن، وحيث من المقرر أن تنطلق شحنة أدوية ومعدات طبية وقفازات موجهة للتصدير إلى الجارة الشرقية تونس. يلتحق بنا من هناك زميل رضا تبرماسين ليعطونا مزيد من المعلومات حول هذه الشحنة من الأدوية. صباح الخير رضا، إليك الخط، وضعنا في صورة ما لديك. نعم، صباح الخير زميلي أسامة، صباح الخير مشاهدينا الكرام عبر التلفزيون الجزائري، من هنا من منطقة النشاطات الصناعية بولاد قاسم بعين مليلة ولاية أم البواقي، من المنتظر أن تنطلق بعد دقائق قليلة فقط شحنة من القفازات الطبية الموجهة للتصدير نحو جمهورية تونس الشقيقة. قلت هذه العملية في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات وفق توصية عليا من أعلى هرم السلطة في البلاد، أيضا تتم وفق استراتيجية خاصة دأبت
عليها وزارة الصناعة الصيدلانية. هذه هي الشحنة من هذه المادة المصنعة محليا على مستوى عين مليلة بأم البواقي بقيمة إجمالية تقارب أو تفوق قليل مبلغ 3 ملايين دولار. يطيب لي أن يكون برفقتي في هذه الإطالة المباشرة عبر التلفزيون الجزائري كل من السيد نائب مدير ترقية الصادرات على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية سيد محمد أمين تواتي، وكذا السيد هشام شرقي المدير التقني لوحدة إنجاز وتصنيع القفازات الطبية. البداية على يساري السيد هشام، حكينا عن العملية ككل، هي وفق ترتيبات دأب هذا المجمع على ترقية صادراته انطلاقا من ربما مواد صيدلانية أخرى على غرار المضادات الحيوية، حاليا هي القفازات الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم عملية تصدير قفازات طبية جراحية بصفة خاصة إلى تونس، والتي تعتبر هذه عملية أولى بالنسبة للقفازات الجراحية. هذه الصفقة تاع اليوم بإذن الله راح تكون بحوالي قيمتها حوالي 3 ملايين دولار، على أن تزيد بإذن الله في المستقبل. بهذه المناسبة يعني نحب نشكر سيد وزير الصناعة الصيدلانية على الإجراءات التي اتخذت، التي هدفها تسريع العمليات هذه، لأنه كانت يعني إجراءات صعبة من قبل أن نقوم بتصدير القفازات الجراحية. لذلك إحنا المجمع بدينا الإنتاج في 2014، هذه أول خطرة نقوم بتصدير القفازات الجراحية خارج الجزائر. وكذلك يعني خاصة أنها ربما تخضع لمعايير الجودة المعترف بها عالميا، وربما أيضا المطلوبة وفق قوانين التصدير والاستيراد. نعم، احنا في المجمع تاعنا يعني المجمع حائز على كل الشهادات يعني المطابقه اللي تسهل عمليه التصدير، منها شهاده سي او، يعني هذا العام الثاني اللي نتحصلوا عليها. كافه الشهادات يعني الخاصه ب اللي تضمن جوده هذا المنتج، سواء في الجزائر سواء في اي مكان اخر، يعني نقدر نصدر المنتج تاعنا لاوروبا، نقدر نصدره لاي مكان. شكرا سيد امين شرقي المدير التقني لوحده انجاز وتصنيع القفازات الطبية، برفقة أيضا السيد محمد أمين تواتي نائب مدير المكلف بترقية الصادرات على مستوى وزارة الصناعات الصيدلانية، مرافقة الدولة، مرافقة الوزارة لرفع قيمة الصادرات، خاصة أنها راهي ربما على مستوى عالي من الجودة ومعترف بها عالميا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على الاستضافة الكريمة. فيما يخص كما تعلمون أن الوزارة الصناعة الصيدلانية تشهد حركية كبيرة في هذه الأوقات الأخيرة سي دارنيتون. الهدف الأسمى يعني اللي تهدف له الوزارة هو تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الإفريقية، اللي كما تعلمون أيضا دخول الجزائر في إطار الاتفاقية تاع لازليكاف يعني سوق تبادل الحر الإفريقي سيسمح لنا يعني باش تكون المنتوجات تاعنا الحضور تاعها يكون كبير. وكما تعلمون أنه المنتوجات الجزائرية يعني خاصة المنتوجات يعني الصناعة الصيدلانية هي منتوجات جودة، والسوق الافريقي هو السوق يعني يتطلب كثير، يتطلب يعني سي مارشي بورتور تاع المنتوجات الصناعيه. والهدف هو دائما تشجيع مرافقه ودعم كل المتعاملين يعني الجزائريين لهم كل المشاكل البيروقراطيه اللي حتى الشهاده راهي يعني مباشر يعني تاع الشركه اللي راهنايا رانا نقدموا يعني كل التسهيلات، ونهدف تقديم ايضا تسهيلات اكثر، والدعم خاصه الدعم من حيث التسهيلات القانونيه والدعم حتى في الميادين الأخرى، لأنه عندنا حتى اتصالات مع الوزارات الأخرى اللي يمكنها تساهم مباشرة في التصدير لتسهيل عملية خاصة اللوجيستيك، لأنه هذا عامل مهم أيضا في من حيث مع البنوك حتى مع وزارة الداخل الخارجية في إطار يعني الممثليات القنصلية في الخارج. وكل هذا إن شاء الله باش نحقق الأهداف التي سطرناها من قبل، وهي تحقيق الصادرات تكون في مستوى الإمكانيات الموجودة في الجزائر. شكرا. شكرا سيد أمين محمد أمين تواتي. شكرا لك الزميل رضا تبرمسين ولضيفيك الكريمين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن مشاهدينا الكرام، أعود مباشرة إلى ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور الحاج صدوق. ربما كنا نتحدث عن ممارسات الاستعمار الفرنسي ومحاولات ربما تفتيك تلك اللحمة، ووصلنا إلى نقطة استقلال أو منح الاستقلال للجارة تونس كي تتفرغ إلى الجزائر وللسيطرة على الجزائر
هنا بدأت ربما سيناريوهات أخرى وكانت علاقة جديدة وتعاون آخر في عجالة نتحدث عن طبيعة ذلك التعاون. شكرا. إن هو منظور فرنسي خاطئ، إن كانت يعني استقلال تونس في نظر فرنسا أنها يمكن تقضي على الجزائر، لكن مباشرة بعد استقلال تونس تونس الشقيقة تحولت إلى منطقة أو صح القول قاعدة خلفية للثورة التحريرية، تحولت إلى منطقة تدريب، إلى منطقة تنظيم، إلى منطقة تخطيط كل عمليات العسكرية. وبالتالي يعني أن ثقل الثورة الجزائرية زاد على إدارة فرنسية ولم يزول أو لم ينقص أو لم يتلاشى نظر، لأنها كانت ترى ذلك. إذن هذا يعني أن تونس أصبحت يعني التعامل أكثر مما كان قبل الاستقلال، يعني تحولت من دولة تناظر الإسلام إلى دولة متضامنة مع الجزائر، وكذلك كقاعدة خلفية للثورة التحريرية الكبرى. هذا من جهة. من جهة ثانية أن كنا نعلم أن الثورة الجزائرية عانت في عهد شارل دوغول، ولذلك أن شارل دوغول عندما طبق سياسة المتابعة متابعة الثوار، فكان هناك لجوء الثوار إلى تونس متنفس. نعم متنفس تونس يقع الخلفية، وهنا فعلا يعني عندما كانت هناك لجوء إلى تونس فالأشقاء في تونس فتحوا لنا أو لم يقول فتحوا لي، يعني كان مقبل مفتوحة المفتوحة لتونس مفتوحة إلى آخره. وبالتالي هنا فرنسا تطبيقا لهذا المتابعة وملاحقة فقامت بقصف ساقية سيدي يوسف اللي في كانت في 8 فبراير 1958، وهنا امتزجت الدماء الجزائرية بالدماء التونسية، ونقول أنه امتزجت الدماء الأخوية، يعني ماهوش فقط دولتين، فقط دولة واحدة وشعب واحد وهدف واحد مشترك. طيب، وأدوار أخرى كثيرة من بينها تزويد الثورة بالسلاح والمرور ربما عبر حدود التونسية، تحول إلى قاعدة خلفية، يعني كل منطقة عبور السلاح كانت تأتي من تمويل القاعدة الشرقية. طيب، شكرا جزيلا لك الدكتور الحاج صدوق، أستاذ في التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر، شكرا لك على المشاركة في هذا الجزء من البرنامج. مشاهدينا الكرام، نواصل دائما مع زيارة رئيس الجمهورية، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجارة الشرقية تونس على مدار يومين ابتداء من اليوم، وسنتحدث في الجزء المقبل عن العلاقات السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار بعد هذا الفاصل. نبقى دائما مشاهدينا الكرام مع الحدث لنهار اليوم، زيارة رئيس الجمهورية، زيارة الدولة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني إلى الجارة تونس التي تمتد ليومين، وحسب بيان رئاسة الجمهورية هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما. سنناقش في هذا الجزء
فرص التعاون وآفاق التعاون التي يراد الوصول إليها. رفقة ضيفية في الاستوديو الدكتور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك. أهلا وسهلا وصباح الخير وتحية طيبة لك وكل المشاهدين. شكرا جزيلا لك. ومعي أيضا سيد هواريتي غرسي أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي، أهلا بك. شكرا صباح الخير. شكرا لكم على تلبية الدعوة. ربما نبدأ معك دكتور إدريس، قراءتك لأهم الملفات التي ستطرح خلال هذه الزيارة. أكيد الملفات كثيرة وأفاق التعاون أكثر، ربما من أين نبدأ؟ أعتقد هي زيارة دولة بامتياز، جاءت تلبية لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، وهي تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى ثوابت الأواصر بين الشعبين، وأيضا فعالية الروابط سواء في إطارها التاريخ أو في إطارها الجغرافي وفي إطارها الاجتماعي. وأيضا هي هذه الزيارة تأتي كتأكيد دائما على مبدأ حسن الجوار الإيجابي بين البلدين الجزائر وتونس. لكن فيما يتعلق بملفات مطروحة، أعتقد هي ملفات اقتصادية بامتياز. هناك رغبة بين البلدين في ترقية هذا التعاون والدخول إلى مجال استراتيجي، بل وضع ربما سياسة بين البلدين من ضمن السياسات العليا للبلدين في إطار اقتصادي حقيقي، من خلال تبادل المشاريع الاستثمارية، من خلال تعزيز التعاون في شتى المجالات. لأنه لا ننكر أن العلاقات الأمنية والاستراتيجية هي مهمة بين البلدين في إطار تنسيق عالي المستوى. الكثير من الظواهر التي توحده البلدين في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، لكن أيضا اليوم المواضيع الاقتصادية أصبحت ملحة وملحة جدا، وربما في هذه الزيارة سوف يتم الإفراج على مشاريع ربما تؤكد على متانة وعلى عمق العلاقات بين الجزائر وتونس. زيارة اقتصادية ربما بطابع اقتصادي بحت دكتور تيغرسي. اليوم ربما العديد من المشاريع، العديد من المجالات، يعني زيارة الوزير الأول قبل أيام جرى تحضير للعديد من الاتفاقيات في إطار قطاع الطاقة، الصناعة، الأشغال العمومية والتجارة إلى غيرها. نعم أكيد السيد إدريس قال كلمة جميلة جدا، أنه كان مقاربة جميلة بين الجزائر وبين طبعا تونس في المجال الأمني، في المجال طبعا السياسي، في المجال طبعا الاجتماعي. ننتظر طبعا المقاربة الفعلية في المجال الاقتصادي، لأنه لما نشوف حجم المبادرات بين الجزائر وتونس بقى طبعا مقارنة مع الصلة الموجودة والعلاقة الموجودة بين طبعا وطبعا التقارب السياسي، تبقى أنه قيمة المبادرة التجارية تقريبا ضعيفة جدا، تقريبا 1%، وهي قيمة ضئيلة جدا مقارنة ب طبعا كثير من المبادرات التجارية مع دول واحدة أخرى. لهنا رغم أنه العلاقة والاتفاقية التفضيلية الموجودة طبعا بين الجزائر وبين تونس في التي طبعا بنيت من ضمن سنة 2014 إلى يومنا هذا، إلا أن الحركية الاقتصادية وخاصة سواء بالنسبة للاستثمار في تونس ولا الاستثمار في الجزائر بالنسبة للتونسيين، نظن رغم أنه المعاملات والتفضيلات بالنسبة لتونس، ولكن الحركية بقات عائق نظرا لظروف راح نحكيها في المراحل القادمة. ولكن نظن اللقاء خاصة هذا الهدف منه تذليل العقبات فيما يخص الاستثمار الوطني، كيف يمكن طبعا مساعدة الجار تونس في كثير من الأمور، بكثير من المساعدات. نعرف أن تونس عندها بكل صراحة عندها عجز كبير فيما يخص الميزانية، وتعرفوا أن المداخل التونسية تعتمد على صناعة الغذائية فقط وتعتمد على الجانب السياحي. سنتحدث عن الأزمة الاقتصادية. ونظن أنه ننتظر خاصة مع بداية انطلاق الشراكة ومع بداية انطلاق خاصة المنطقة الإفريقية، وطبعا هنا راح تكون حركية بالنسبة لكثير من المعاملات التفضيلية اللي كانت من الأول، ولكن التفضيلية بالنسبة لإفريقيا ككل راح نشوفه. فقط المهم بعد ما كانت المبادرة التجارية تعتمد على طبعا الطاقة فقط، هذا اللي كان في المرحلة القادمة. نتحدث عن تنويع المبادرة التجارية، لكن قبل ذلك نتوقف عند هذا التقرير الذي يؤكد أن هذه الزيارة تترجم الحركية المميزة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولي الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد مقاليد السلطة في البلدين، العلاقات الجزائرية التونسية، في هذه الورقة لأمين دريدي. الجزائر أو تونس، بل الجزائر وتونس لا فرق، فالبلدان والشعبان تجمعهما منذ أمد بعيد وشائج الأخوة وعرى الصداقة ووحدة التاريخ والمصير، ولك أن تلمس ذلك عيانا
عند الجزائريين وعند التونسيين. أنا أعتقد بأنه تونس بلد شقيق وبلد جار، وفي نفس الوقت مجالات مختلفة ومرتبطة ومتشابكة جعلت الشعبين يعني دائما في تضامن وفي تكافل مشترك، وبالتالي نفس المصير، نفس الوحدة، نفس القيم، نفس العادات، نفس الثقافات. جزائر تونس أولا جوار، الجزائر تونس أيضا تاريخ، الكل يتذكر ما هو راسخ طبعا في الذاكرة الجمعية بالنسبة للشعبين الجزائري والتونسي، أحداث سقي السيد يوسف، وبالتالي ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا خصوصا في هذه الظروف. الأخت الكبرى إخواتنا الجزائريين، راهو نحكيو كيف كيف، احنا نقولوا نهدروا، نحكيو كيف كيف، نتكلموا كيف كيف، طبيعنا كيف كيف، أصلنا هو واحد. الجزائر برشا حاجات، الجزائر بلد النضال، كل شيء، بلد عربي وإسلامي وخيالنا، وكما نحن نمشي ويفرحوا بينا، عندهم الكرم برشا توانسة جاءوا في حالات استثنائية ولقاوا تزيرية وقفوا معاهم، مش هم غدارين، مش هم انتهازيين، مش هم استغلاليين، يفرحوا بالضيف، عندهم الرجلة. هذه اللحمة بين الشعبين رسخها التوافق على أعلى مستوى بين قيادتي البلدين، الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، اللذين كانا دائما عند تطلعات شعبيهما. اتفقنا على أساس تكون فيه زيارة، زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام، حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس. نحن شعب واحد، تاريخنا واحد، ومستقبلنا واحد، ولا أشك لحظة واحدة بأننا سنحقق أمال أجدادنا وأحلام شبابنا. أننا جسد واحد بل بنيان مرصوص. العلاقات بين الجزائر وتونس لم تتوقف عند مجرد تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، بل تعدد ذلك إلى التنسيق والتعاون الدائمين بين البلدين الجارين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ناهيك عن تضامن الجزائر ودعمها الدائم للشقيقة تونس عند كل المحطات وفي كل الظروف. إرادة سياسية ترجمت على أرض الواقع وتجسدت في مشاريع حيوية تجمع الجزائر وتونس اليوم في مجالات متنوعة كالطاقة والصناعة والتعليم العالي والتكوين والثقافة. أما عن المبادلات التجارية فالأرقام تتحدث عن مستقبل واعد لأفق شراكة استراتيجية حقيقية. تعتبر تونس ثاني شريك إفريقي اقتصادي للجزائر على مستوى إفريقيا. بلغ حجم المبادلة التجارية بين البلدين لسنة 2020 مليار و259 مليون دولار أمريكي، وسيتعزز إن شاء الله هذه المبادلات تتعزز عند دخول منطقة التجارة الإفريقية زليكاف. إنما يربط الجزائر وتونس أسمى من أن يحصر في شراكة أو تعاون أو تنسيق أو جيرة، فالشعبان اللذان التآما على دحر المستعمر والتحرر من ربقته أبت الدماء التي امتزجت ذات يوم بالساقية، إلا أن تزيد الشعبين تراصا وأخوة وتضامنا. تراص وأخوة وتضامن وتنسيق وتعاون دائم بين البلدين، هناك حركية كما تفضل الزميل أمين دريدي، حركية بدأت تلمس في العلاقات بين البلدين أستاذ دريس عطية منذ تولي رئيسي البلدين. ربما اليوم هناك
تسريع الخطى من أجل النهوض بهذه العلاقة أكثر فأكثر. نعم كلامك صحيح، لأنه سنة 2019 وبالضبط في نهايتها كانت سنة استثنائية من خلال وصول رئيسين جديدين للسلطة في البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر ورئيس قيس سعيد في تونس. وأعتقد أن هذه الفترة ارتبطت أيضا بالتحولات الدولية والإقليمية التي نشهدها بتداعية أزمة كورونا على المنتظم الدولي وعلى الاقتصاد العالمي بصفة عامة، خلق آليات جديدة لتفعيل هذا التعاون ولتعزيزه. بل أن العلاقات الجزائرية التونسية اليوم من خلال طموحات قائدي البلدين هو الذهاب إلى نموذج مثالي للعلاقات بين هذه الدول، تشمل كل الجوانب في إطار استراتيجية أو شراكة استراتيجية متكاملة، تبدأ من الأمور الأمنية والعسكرية وصول إلى الأمور الاقتصادية والتنموية والثقافية في إطار ربما رؤية مشاركة لمجابهة التحديات العصرية. لأنه امتداد يعني الجزائر وتونس امتداد أمني وجغرافي. لا بطبيعة الحال أنه الجزائر هي العمق الاستراتيجي لتونس، وبطبيعة الحال أيضا أنه الجزائر تجد في عمق الاستراتيجي من خلال تونس ومن خلال ليبيا، إلى جانب تطابق وجهات نظر في العديد من الملفات السياسية والملفات الدولية مثل ما يحدث في ليبيا، ما يحدث أيضا في الكثير من القضايا العربية كقضية فلسطين ومناصرة هذه القضية ودعمها. لأنه لا ننكر أنه الأسبوع الماضي تم افتتاح قنصلية فلسطين في تونس. أيضا الكثير من الجوانب التي تركز على عمق هذه العلاقات، وهو ربما أن البلدين يتشاطران نفس المبادئ المتعلقة بعدم تدخل الشؤون الداخلية الدول، رفض التدخلات الأجنبية. ولا ننكر أن تونس أيضا تعيش في الفترة الماضية أزمة سياسية، خاصة في ظل الصراع الذي كان موجود ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئيس قيس سعيد. عن الأجندة التي وضعها قيس سعيد ربما للخروج من هذه الأزمة، تحدث عن فترة سنة، لكن أعود إليك هواري ربما نتحدث عن هذه المبادلات التجارية. تحدثت أنت عن رقم المبادلات بين البلدين، هل اليوم يجب تعزيز المبادلات أم يجب أن ربما نتوجه نحو تعزيز الاستثمار بين البلدين، ربما الخطة المعول عليها لرفع رقم الأعمال بين البلدين؟ نظن خاصة التحضير خاصة لقاء سيد رئيس الجمهورية، شفنا أنه تقريبا 4 أو 5 وزراء مع الوزير الأول. الهدف تاعهم طبعا وضع برنامج مهم بالنسبة للاتفاق اللي ممكن راح نشوفه بعده، وخاصة لترقية مش مبادلة ولكن لترقية الشراكة، هذا هو المهم. لأنه مبادلة تجارية معناتها استيراد وتصدير، هذه إشكالية بالنسبة للعملية. وطبعا نحن واش نصدروا ممكن، إذا لازم تكون عندنا تبادل طبعا استثماري، تبادل صناعي، وطبعا نستفادوا من الخبرات اللي موجودة في تونس، وطبعا تونس تستفاد من الخبرات اللي موجودة طبعا في الجزائر، مش خبرات ولكن التحويل التكنولوجي طبعا من تونس إلى الجزائر ومن الجزائر إلى تونس. معناتها نشوف تطور تونس في أي قطاع، قطاع السياحة يمكن، لأنه عندنا شريط حدودي ب 1400 والناس استفادة من خبرات. نعم نعرف أنه الفقر نتاعنا في الجانب هذا في تنمية هذا القطاع السياحي بكل صراحة، لما نستفاد من الخبرة التونسية تونس كذلك تستفاد من الخبرات اللي موجودة طبعا في الجزائر. اللي حكي على تطور تونس وخاصة في الفوسفات كذلك عندهم تجربة كثير في تصدير العملية. احنا عندنا طبعا عندنا قاعدة بالنسبة لي طبعا لما نحكي على قطاع المناجم اللي موجودة، قاعدة طبعا غير مستغلة تقريبا تماما، اللي هي تقريبا 20% فقط، 80% غير مستغلة، نستفاد من هذه العملية. ويمكن طبعا حاجة أخرى ضروري أنه ننمي الحدود نتاعنا، معناتها لازم تكون استثمارات السيد رئيس الجمهورية الحدودية تبعنا شفنا. اليوم طبعا لما شفنا منطقة صناعية مثلا منطقة بالنسبة لخنشلة تقريبا حوالي مليار دولار، ضروري أنه ننمي هذه المناطق. لما ننمي هذه المناطق هي طريقة طبعا عصرية لترقية خاصة الجانب التونسي، ويمكن أنه تكون طبعا مبادلات صناعية، مبادلات تجارية، وترقية حتى المناطق الصناعية بالنسبة لتونس. نظن لما نكون كاين تبادلات، ولكن كما ذكرت التبادل فيما يخص الاستثمارات الوطنية وتعريف بالخيرات الوطنية، وطبعا استقطاب الاستثمار طبعا التونسي في الجزائر، وكذلك الاستثمار
طبعا لانه سنتحدث عن فرص الاستثمار الموجوده للجزائريين بتونس، يعني ما هي الفرص؟ لكن اعود اليك ادريس، ربما تحدثت اليوم انه ما تعيشه تونس من ازمه سياسيه، هناك رزنامه اصلاحات ابرق بها الرئيس قيس سعيد واعطى اجال لمده سنه من اجل انتخابات تشريعيه في ديسمبر من العام المقبل، ربما تسريع الخطى لهذه الازمه سوف ربما يجنب تونس العديد من المشاكل سيما ما تخبط فيه من ازمه اقتصاديه الى غيره. بالفعل الرئيس قيس سعيد قال انه المشكل الازمه السياسيه في تونس هو مشكل دستوري بالاساس، وان الاخطاء التي ارتكبت في دستور 2014 هي التي جعلت النظام السياسي التونسي مكبل، وربما حدت من صلاحيه رئيس الجمهوريه واعطت مجال واسع لفئات والى اطياف سياسيه فاعله في تونس بان تؤثر على المشهد السياسي وان تعرقل الحياه السياسيه بصفه عامه، وبالتالي مباشرته في اطار اجنده اصلاحيه، وربما هذا المطلب ايضا كان مطلب تونسي داخلي محض، وايضا كان كاشاره من طرف بعض الدول التي استشارتها تونس وعلى راسها الجزائر ضروره مباشره اصلاحات واقامه حوار حقيقي داخلي في تونس من اجل تجنب ربما هذه الازمه السياسيه وربما المنع او الحيلوله دون وقوع تونس ربما في ازمات اخرى، لانه لا ننكر اليوم هذه الازمه المركبه في شقها السياسي وفي شقها الاقتصادي في تونس الى جانب ايضا الازمه الصحيه التي تؤثر على كل العالم انها اثرت بتونس كثيرا، وهذا ما دفع الكثير من الدول وللاسف بعض الدول العربية التي أرادت أن تتدخل في الشأن الدولي أو الشأن التونسي وأن تؤثر على هذا المشهد تحت أي غطاء معين. الجزائر رفض لهذا التدخل بطبيعة الحال، والجزائر ترفض التدخل سواء كان عربيا أو كان أوروبيا، وتسعى دائما للحفاظ على سيادة تونس، بل أنه السيد رئيس الجمهورية ذهب إلى عبارة أن الأمن التونسي من الأمن الجزائري، وأن الجزائر أيضا موجودة للدفاع على تونس والذود على تونس في كل ما أوتيت، لأنه للأسف بعض الدول تريد استغلال هذه الوضعية وتبحث ربما على توجهات سياسية تخدم أجندة وتخدم مصالحها، لكن اليوم ربما نعود بمثل ما تمازجت الدماء في سقيط سيد يوسف خلال الثورة التحريرية، اليوم أن الأوان بأن تتضافر الجهود وأن تتعاضد هذه الأيدي مع بعضها البعض في إطار استثمار مشترك تحت عناوين جزائرية تونسية سواء في المناطق الحدودية أو المناطق المتاخمة أو أيضا في إطار مركزي بين البلدين. طيب، ربما أزمة اقتصادية، تحدث عن أنه كورونا ضربت السياحة في تونس، ربما هذا ما خلينا نقول زاد من المشاكل الاقتصادية لتونس في عجالة. أكيد عرفت أزمة اقتصادية كبيرة، ودليل ذلك أنه عرفت طبعا عجز خاصة فيما يخص الميزانية هذه السنة والسنة السنة الماضية، وبالتالي أنه لازم لأنه حتى لأن تونس لجأت إلى أهم طبعا الصناديق العالمية لطبعا تحقيق هذا العجز، نظن راح نشوف ملاحظات مهمة، راح نشوف كذلك بأهم استثمارات خاصة من مخرجات السيد الجمهورية. شكرا لك السيد هواري تيغاسي الخبير في الاقتصاد، والأستاذ إدريس عطية أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.